السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس حسين القاضي في ثامن لقاء اليوم. ولقاء هام جدا، لأن هو بيحتوي على أهم عنصر من عناصر الإدارة، وهي الكواليتي مانجمنت سيستمز. بحييكم جميعا قبل ما نشتغل، وبحيي طبعا الباشمهندس عمر والبيم اريبيا كلها والمهندس مود معتز، لان عنده يعني موضوع شخصي خاص يعني شويه. ومضطرين بقى نبدا، واعتقد المهندس عمر قد يكون في عنده حاجه او فعلا، بس هو رد علي على الواتساب. طيب معلش هنبتدي، ولو في اي حاجه نبقى نشوف بعدين. الحقيقه المحاضره هامه جدا جدا، وفي مبدا ما اعرفش انا بقى، مش انا اللي اخترعته يعني، او اللي خاطر على بالي. اللي ما يعرفش كواليتي مانجمنت وهو بيحاول يبقى مدير مشروع او شايف اداره المشروعات، يعيد حساباته، لان من غير الكواليتي مانجمنت مفيش حاجه اسمها مانجمنت. الكواليتي مانجمنت من اهم العناصر في اداره المشروعات. وده ما تسمعنيش، احنا كل مره بنقول الموضوع مهم الموضوع مهم الموضوع مهم، لكن الكواليتي مانجمنت الحقيقه انا يعني ايه عايز اتكلم عليه من زمان، لان هو كواليتي مانجمنت اللي هو نظام الاداره. هنتكلم النهارده على نظم الاداره، اشهر ثلاث نظم اداره موجوده، في الايزو، في توتا كواليتي مانجمنت، في السكس سيجما، في الاوروبيان سيستم برضو هنشير لاسمه في الاخر، وفي انظمه كتير في الاداره يعني، بس دول ايه اشهر ثلاث حاجات واكثر حاجات معروفة. هي أنظمة إدارة الجودة الأيزو، الجودة الشاملة 60. الأجندة بتاعتنا النهاردة، أول نقطة هي طويلة شوية واللقاء طويل شوية. إن شاء الله نحاول إن إحنا نخلص، يا إما خلصنا كله يا إما يبقى عندنا لقاء تاني نكمل، بس اعتقد يعني انتوا عندكم صبر كل مره، فخلينا النهارده نشوف ايه الممكن. ويا ريت نخلي بالنا كحد يعني، حد يكون فاتح المايك يخلي بالنا حوار، لان انا يعني مش حابب ان انا افضل اتكلم كده على طول ومن غير ما يكون في يعني فيدباك. طيب، فاول نقطه في الاجنده اندرستاند ذا كواليتي مانجمنت سيستم، اول نقطه اللي هو فهم او تعريف يعني ايه نظام جوده. دي اول حاجه. النقطه الثانيه كواليتي اند جريد، في حاجه اسمها جريد يعني الدرجه، يعني في الكواليتي وفي الجريد، وهيبان الكلام ده في التعريفات. في بعد كده هنتكلم على كواليتي اشورنس اللي هو ضمان الجوده، هو ده اساس كل حاجه يعني. كواليتي اشورنس دي متعلقه بالسيستم، بالنظام اللي هو الموضوع الاساسي بتاعنا اللي بيتفرع منه بقى كل حاجه. طيب هنتكلم بعد كده على هو از ريسبونسبل فور كواليتي، مين المسؤول عن كواليتي في المؤسسه او في المشروع او في اي مكان او في المنظمه او في اي حاجه. النقطه الخامسه كواليتي لوب، الكواليتي لوب اللي هي لوب اللي هي يعني العدسه بتاعت كواليتي، يعني ايه من بدايه ما بنبتديها لغايه ما ننهيها، ايه الامور اللي بتعدي عليها عشان ايه تكتمل. بعد كده بنتكلم على هاو تو بروفايد كواليتي اشورنس، يعني انا ازاي اعطي ضمان للجوده. هاو تو بروفايد كواليتي اشورنس. طيب النقطه بعد كده السابعه ايفوليوشن اوف كواليتي مانجمنت سيستم، اللي هو كواليتي مانجمنت تطوره تاريخيا،
طبعا في اجزاء من التاريخ احنا طبعا ما يعني ما حدش بيتكلم عليها كتير او مش عارفين كانت الاداره ازاي. يعني قدماء المصريين يعني بنوا اعظم يعني عملوا احدى المعجزات العالم السبع. يعني ما احنا مش عارفين ايه الكواليتي سيستم اللي كانوا شغالين بيه او الانظمه اللي شغالين بيها لغايه النهارده. لو موصلين لحاجات احنا ستيل لغايه النهارده مش عايزين نوصل لها. وبناء سور الصين العظيم، يعني حاجات كثيره جدا في العالم كانت في التاريخ. بس انا هتكلم على ايفولوشن كواليتي مانجمنت سيستم كما هو معتاد كما هو معروف. يعني هيستوري اوف ذا كواليتي مانجمنت، تاريخ الكواليتي مانجمنت، تاريخ اداره الجوده. ديفايننج ذا دايمنشنز اوف كواليتي اللي هي ابعاد الجوده. ايفنتس امبلمنتيشن، احنا هنا هنبتدي نتكلم على عناصر التوتال كواليتي مانجمنت. وبعدين هنتكلم على السكس سيجما، وبعدين هنتكلم عن الريكوجنايزنج اند وردنج كواليتي. ايه يعني بنتعرف وبتكافئ الكواليتي ازاي انترناشونال. بعد كده حاجات بسيطه بقى بعد كده سهله. الاورجانيزيشن اوف كواليتي يعني ازاي الهيكل التنظيم بتاع الكواليتي بيبقى فين وبيتحط ازاي مع الهيكل التنظيمي بتاع اي منظمه او اي مؤسسه او اي مشروع. الكواليتي اشورنس بروجرام دوكيومنتيشن، الكواليتي كنترول اند كواليتي اشورنس. بعد كده كامبني اند بروجكت كواليتي سيستم، كواليتي سيستم بتاعت الكومباني او البروجكت. فدول 16 نقطة اللي المفروض نكون موجودين مع النهاردة. الحقيقة على قدر ما هنشوف يعني الوقت هيوجبنا لغاية فين. فأعتقد وفي لقاء تاني في الكواليتي إن شاء الله هننفذه بعد كده. إزاي بقى ندخل بعمق في موضوع الأيزو، لأن هو أكتر حاجة معروفة بالنسبة للجنرالز الأيزو، وإزاي أطبقه وإزاي أبنيه في الشركة وإيه مميزاته والخطوات اللي تنفيذه. دي هتبقى موضوع تاني غير الموضوع بتاع النهارده. موضوع النهارده موضوع عام. في متخصصين في الكواليتي، عشان بس احنا بنتكلم وبفكركم دايما ان احنا بنتكلم على هاو تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر. عشان تبقى انترناشونال بروجكت مانجر لازم تبقى عارف كويس قوي الكواليتي سيستمز وهاو تو ديل وذ ات. احنا بنتكلم على عناوين او على العناوين بتاعت الكواليتي، بس مش داخلين في اي حاجه. طيب كواليتي اند كواليتي سيستمز، وات از مينت باي كواليتي، ماذا تعني كواليتي؟ شويه تعريفات. اكوردنج تو ايزو 8402 ستاندرد فور كواليتي فوكابولري ديفاينز كواليتي in the following way. يعني الايزو 8402 بتعرف الجوده كالتالي. الكواليتي، كواليتي is the totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. اللي هي الجوده هي التكامل او الاجماليه بتاعت الفيتشرز اللي هي الخصائص والكاركترستكس بتاعت الـ اي منتج او اي خدمه اللي بتحمل في 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 في, في, في طياتها ان هي تو ساتيسفاي يعني تخلي يعني تلبي احتياجات اي حد. يعني ده معناه ايه؟ معناه كونفورم تو سبيسيفيكيشنز، يعني ان انا باخد الخدمة أو البضاعة اللي أنا بشتريها أو الحاجة اللي أنا بشتريها سواء برودكت أو سيرفيس أو الخدمة اللي أنا عاوزها. نمرة اتنين الكاستم ساتسفاكشن. دايما هيسمع كتير قوي عن الكاستم ساتسفاكشن، لأن أي سيستم ما بيؤديش للكاستم ساتسفاكشن يبقى يعني سيستم مش يعني إيه، ما نقدرش نتكلم عليه على إنه سيستم مظبوط أو سيستم صح. اللي هو إيه؟ اللي هو إرضاء العميل. طيب
اكورنينج تو اجو 9000، وده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه ان ديتيل، لان هو 9000 من زمان موجود يعني من 92، بعد كده بقى 2005، بقى 2015 اخر حاجه فيه 2015 دلوقتي اللي هو اللي شغال، او يعني اخر فيرجن من الاجو 9000، ودي ان شاء الله نتكلم عليها بعدين ان شاء الله في لقاء تاني. انا محتاج تركيز شويه، و وزي ما بقول ان لازم البروجكت مانجر لازم يبقى عارف يعني ايه كواليتي، وفاهم ولا فاهم يعني ايه ايزو، وفاهم يعني ايه كواليتي مانجمنت، وفاهم يعني ايه 6 سيجما، وفاهم يعني ايه لين 6 سيجما، برضه هتبان برضه بنتكلم عنها. مش هبقى ان ديب لان الموضوع اعمق بكتير جدا 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 من اي حد، لكن انا متخصصه في الكواليتي، ودول ان شاء الله برضه هنتكلم في الطريق ايه يعني ايه الخصائص بتاعتهم. يعني برضه اللي عايز يدخل جديد في الكواليتي برضو هيحضر معانا، وهيعرف ان يعني ايه ان الموضوع جميل وبسيط جدا ورائع، وهو يعني الكواليتي هي السبب الرئيسي في الفروقات التكنولوجيه والفكريه في العالم كله والثقافه في العالم كله. Quality is the degree to which a set of inherent characteristics fulfill the requirements. الجودة هي الدرجة المجموعة من characteristics، من الكاركترستكس اللي هي المواصفات اللي هي متأصلة في شروط اللي بتحقق الشروط، يعني مجموعة الانهيرنت كاركترستكس اللي هي الخصائص المتاصله اللي اللي بتحقق الشروط، which is also means conformance to specification either product or service delivery، يعني سواء كانت product منتج او او خدمه، يعني يا اما منتج بتاخده او بناخده يعني، او خدمه بناخدها. وبرضه النقطه اللي هي المهمه اللي هي الايه؟ الكاستم ساتسفاكشن، يعني كل التعريفات بتاعت اي كواليتي في الاخر هي ايه؟ conform to specification and custom satisfaction. طيب another simple definition من سميث 1993، quality is the excellence of something assessed against accepted standards and the needs of users. برضه دي يعني مدى امتياز something تقييم حاجه مقابل الستاندرز اللي هي القياسات او المطلوب منها، وايه ذا نيدز اوف يوزرز برضه بتعني كونفورمس تو سبيسيفيكيشنز اللي هي التطابق مع المواصفات، سواء برضه برودكت او سيرفيس، وايه والكاستم ساتسفاكشن، يعني دايما ايه كاستم ساتسفاكشن. اوكي طيب الاجهزه 9000 هي 2008 بس طبعا يعني التعريفات ما اختلفتش. يعني defines grade as follows: category or rank given to different quality requirements for products, processes or systems having the same functional use. يعني انا لما باجي مثلا اقرب حاجه يعني مصنع فيت مثلا بنتج عربيات فخمه جدا، وبنتج عربيات متوسطه، وفي بنتج عربيات 128، بنتج عربيات توبولين، وزمان يعني بينتج رانكس rank يعني grade يعني category or rank، يعني بيبقى مش الكواليتي بتاعتها بقى بتبقى كده، بيبقى بالاتفاق. يعني انا عندي ملعقه يعني مثلا ملعقه اكل عاديه خالص، في ملعقه اكل فضه، في ملعقه اكل ذهب، كلهم دي الجريد بتاعته، دي الخصائص اللي هي موجوده فيه، وده الجريد بتاعته، ما يعيبش واحده فيهم اي حاجه، بس دي ايه كل واحده لها الجريد بتاعها، لكن الكواليتي بتاعتها يعني المعلقه الذهب الفانكشن بتاعتها لهم كلهم الفانكشن بتاعتها مثلا ايه انك بتاكل بيها. انا اسف ان انا بقول كده، يعني انا ما شفتش معلقه ذهب في حياتي ولا استخدمتها يعني. فالمهم اللي انا بقوله ايه؟ ان الجريد دي مش يعني مرتبطه بالمواصفات بتاعت الشيء اللي عندي. تمام؟ برضه حتى في السيرفيس، يعني انا في السيرفيس انا بدخل اوتيل 5 ستارز
باخد سيرفيس على قد الفايف ستارز، بدخل اوتيل 3 ستارز باخد سيرفيس على قد الايه؟ ال 3 ستارز، والاثنين اكوردنج تو ايه؟ الكواليتي بتاعتهم كويسه، انما الجريد اللي بيختلف. بدله مثلا بيير كاردان غير بدله مش بيير كاردان نوع ثاني مثلا، يعني ايه اللي هي دي الجريد بقى، دي الدرجه بتاعت الحاجه مش الكواليتي. جريد ريفلكتس ا بلاند اور انتشنال ديفرنس ان ريكوايرمنتس فور كواليتي، ات امفازايزز اون ذا فانكشنال يوز اند كوست ريليشن شيبس. الجريد ريفلكتس يعني بتبين او ريفلكس يعني بتشع او بتظهر دي يعني فروقات مخططه او مؤصله في ايه في 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 في, في, في الشروط الكواليتي. It relies on the functional use and cost relationship. يعني دي العلاقه ما بين الايه الفانكشن والكوست ريليشن شيب. يعني انا عايز اجيب معلقه عشان اكل في البيت، مش هروح اجيب معلقه ده ابقى معلقه فضه، هجيب معلقه عاديه. انا مثلا يعني احنا نظن بقى يعني في يعني زمان بقى يعني كان لازم مثلا طقم الفضيه يبقى فضه مثلا، الكلام ده ايام بقى ابائنا بقى واجدادنا يعني كده، الطقم اللي هو يطلع بقى للايه في المناسبات يعني. يعني لازم يبقى في طقم فضه زمان يعني، دلوقتي بيتورث بقى يعني اللي بيبقى عنده طقم فضه من دول من الناس اللي قدام. وفي ناس دلوقتي طبعا في ليفل معين عنده هذا الكلام يعني. Grade is inherent in the product whereas quality is dependent upon how well the product satisfies the needs. الجريد متأصله يعني الدرجه متأصله في المنتج، انما الكواليتي معتمده على ايه؟ ان هي satisfies ال needs. يعني انا واخد حاجه عشان استخدمها في حاجه معينه، يبقى انا يعني واخد بدله عشان تدفيني، بتدفيني اه مثلا، دي كايه؟ ك ك ك ك ك ك فانكشن خلاص، it will satisfy my needs، my needs ان انا اتدفى. اخدت الجاكيت بقى او البلطو ده، اخدته بيير كاردان، اخدته ايه يعني اي ماركه، ده حاجه بتخص بقى الايه؟ الايه الجريد. يعني لما الكواليتي بتاعته هو بيدفي وعامل الفانكشنز بتاعته كويس زي ما انا عارف الكلام ده كله. الاخر الجريد بقى تعتمد. بالنسبه للسيارات انا بركب عربيه مثلا هونداي بمشي بيها وبروح بيها وزي الفل وماشي معاه كويس قوي، الكواليتي بتاعتها كويسه. في واحد تاني عنده لامبورجيني برضو الايه الفانكشن بتاعته كويسه وبيروح وبيجي ومبسوط تمام، بس الفرق ما بين الاثنين ايه؟ اللي هي الجريد. يا رب يكون قدرت اوصل للمعنى بتاع كلمه جريد. طيب جريد كان بي altered باي changes in specifications، يعني الجريد دي ممكن تبقى متضمنه في الايه؟ في المواصفات. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بقول السياره دي مثلا 1600 سي سي، اختها اللي غيرها تبقى ايه 1800 سي سي، اختها الثالثه زي زمان الفيه زمان ما اعرفش طبعا دلوقتي في ايه، ان نفس السياره مثلا يعني مثلا السي سي بتاع الموتور بتاعها كذا كذا كذا، السيرفيسز اللي جواها مثلا او الاوبشنز اللي جواها فيها كذا فيها كذا فيها كذا، فدي ايه بتحدد جريد بتاعتها، انما مش الكواليتي بتاعتها. Quality is defined as total conformance to the requirements. Quality بتعرف ان هي total conformance اللي هي اجمالي ال conformance اللي هي مناسبتها للشروط. يعني انا عايز مثلا كذا في عامل كذا وكذا وكذا وكذا، من ضمن الكواليتي ايه؟ المناسبه للسعر بتاعها. طيب what's meant by quality assurance؟ هنا بقى ندخل بقى ايه؟ نقطة هامة وجميلة جدا. يعني ايه كواليتي اشورنس؟ هاو تو اشور كواليتي. الاشورنس عموما بتبقى عبارة عن
يعني عادة المعروف إن هي ضمان الجودة. بمعنى إيه؟ يعني إزاي أضمن إن أنا هطلع منتج متجانس ومنتج الكواليتي بتاعته يعني إيه مضمون، مش المنتج اللي مضمون، خلي بالك. إن إزاي يبقى عندي نظام وبروسيدجرز وبروسيسز ونظام كامل إن هو بيضمن لي سلامة المنتج. ده دي كواليتي اشورنس. بيجي ثيرد بارتي، الكلام ده هيبان لنا برضه بعد كده، هيبان لنا في اللقاء ده في وسطه وكده وفي اخره، وهيبان لنا ان شاء الله لما هنيجي نتكلم ان شاء الله في اللقاء القادم عن ايه؟ طب مخصص بقى للايه؟ للايزو والايزو سيرتيفيكيشن وهاو تو دو سيستم وهاو تو امبلمنت سيستم. هنا بقى التعريف بتاع الايه؟ اللي هو What's meant by quality assurance؟ اللي هو ضمان الجودة. All planned and systematic activities implemented within the quality system and demonstrated as needed to provide adequate confidence that the product service will fulfill requirements for quality. يعني كل الأنشطة المخططة والمنظمة systematic المطبقة في جوه أو في داخل الكواليتي سيستم نظام الجوده، وبتظهر اند ديمونستريت از نيدد تو بروفايد ادكت كونفيدنس، واللي بت 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 بتظهر لي الثقه الكامله ان انا هنتج البرودكت والسيرفيس طبقا للشروط بتاعه الجوده. نخلي بالنا لما بعمل كواليتي اشورنس ده لا يضمن المنتج، يعني مش كواليتي اشورنس للمنتج، لا ده كواليتي اشورنس للنظام اللي بيعمل المنتج. يعني بياخد ايزو، على ايه؟ على النظام اللي بيحقق له المنتج. ايزو 9000 defines quality assurance as part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled. يعني ده الجزء، الكواليتي اشورنس هو الجزء من اداره الجوده اللي بيركز او بيعطي ثقه بان quality requirements شروط الجوده هتبقى سيتم تحقيقها. طيب who is responsible for quality in our organization؟ اي organization بادئا من المشروع مرورا بالشركه ذهابا الى منظمه ذهابا الى دوله. يعني مين بيبقى مسؤول عن الكواليتي في اي organization؟ زي ما قلنا بتبتدي من مشروع عادي خالص لغايه ما توصل لايه؟ يبقى في دوله. Quality is really the ability to understand and satisfy or exceed the stated or even implied needs of customers in time. الكواليتي هي القدرة على فهم to understand and satisfy وإرضاء أو تزيد أو يزيد حتى الرضا. يعني أنا راضي عن حاجة أو راضي جدا، فبدأ ان انا ابقى راضي لغايه راضي جدا بقى وفما فوقها stated or even implied needs، يعني الاحتياجات اللي هي ال stated اللي هي الاحتياج المساله او المتوقعه او الضمنيه في نفس الوقت نفسه، يعني في الوقت بتاعها. In understanding what the customer wants، في فهم what the customer يعني in understanding what the customer wants، فهم العميل عاوز ايه. Deciding whether the organization has the capability to meet its requirements and then delivering what has been asked and contracted for practically all departments are involved. كل الأقسام الموجودة في أي مؤسسة أو في أي شركة مسؤولة عن الكواليتي كلها أولا آخر. سيلز، ديزاين، بيرشيز، ستورز، برودكشن، الكواليتي كنترول، الهاندينج، الفاينل ستورج، ديليفري، نوت اونلي ذا كواليتي كنترول كيو سي مانجر. إذا بيبقى في كيو سي مانجر لكن جميع الأقسام والناس اللي موجودين في أي مؤسسة أو منظمة أو دولة مسؤولة عن إيه؟ عن الكواليتي بتاعتها. طيب
But the correct answer to our question is that everyone is responsible for quality in our organization. إن أي مشروع، أي منظمة، أي تنظيم، أي مؤسسة، كل إنسان فيها مسؤول عن الكواليتي بتاعتها. This involvement of every department in the process of quality can also be depicted by the quality loop as shown below. يبقى الرد السليم كل واحد في المؤسسة هو مسؤول عن الكواليتي وإيه والانفولفمنت ده الانفولفمنت اللي هو المشاركة أو يعني إن أنا انفولفد جوه موضوع يعني جوه الموضوع ده لكل ديبارتمنت in the process of quality إن كل الأقسام إن كل واحد كل الأقسام متداخل ومشترك في إيه في الكواليتي واللوب بتاع الكواليتي أهو نخلي بالنا في فرق بين الكواليتي لوب والكواليتي سيركل. الكواليتي سيركل هنتكلم عليه برضه بعد كده اللي هو ايه ديمينج اللي هو كان اصلا ايه شوهارت كواليتي سيركل غير الكواليتي لوب. الكواليتي لوب اللي هي الدايره اللي هي الكواليتي شغاله عليها. الجوده عاده بتبدا بمين؟ عشان نعرف هو ماشي ازاي؟ بالكاستمر. الكاستمر بيقول والله انا عاوز الحاجه الفلانيه. الكلام ده بيتم يا اما بطلب مباشر من المكان اللي بينتج لو انا بطلب حاجه تتصنع لي او الى اخره او ان انا عاوز حاجه معينه من سوق مفتوح. فاللي بيحصل ايه؟ عشان بقى انتج حاجه ترضي العميل بعمل ايه؟ الماركت ريسيرش. بعمل ماركت ريسيرش عن ايه؟ عن كل المتطلبات بتاعت العميل. بعمل كونسبشوال ديزاين اللي هي التصميمات اللي ايه؟ المبدئيه. وبعدين بعمل الديزاين يعني دي الخطوات اللي هي عشان اوصل كل ده ليه لرضا العميل في الاخر الكاستمر رجع له تاني ديزاين كل خطواتي بقى في الايه في الانتاج وهنا الديزاين لا تعني مثلا ديزاين هندسي ممكن بقى اكون بقدم سيرفيس الديزاين ابروفال بعدين اعتماد الديزاين الكونستراكشن بلاننج اللي هو تخطيط الانتاج برضه الكونستراكشن هنا لا تعني هو الكونستراكشن اللي هو بتاعنا احنا اللي هو بتاع المباني او الى اخره كونستراكشن لاي حاجه كونستراكشن لصاروخ فضاء ممكن كونستراكشن لاي سيستم البروكيورمنت اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده برضه هي ايه مش البروكيورمنت اللي هي التوريدات اللي هي ايه اللي هي التعاقدات او سواء مع ايه مع مقاولين او موردين او مهندسين او اي حاجه الكونستراكشن نفسه بقى هنا اللي كان هنا الكونستراكشن بلاننج وبعمل بروكيورمنت وبعمل هنا ايه الكونستراكشن نفسه بقى الكونستراكشن هو ايه العمليه الفعليه اللي هي تحويل الافكار ايه الى حاجه كونكريت حاجه ملموسه ديوري بقى الكونستراكشن في ايه في الكواليتي كنترول الكواليتي كنترول ده على المنتج اي حاجه انا بنتجها سواء خدمه سواء برودكت بتبقى لو انا مثلا في هيئه ساعه احنا مثلا بنسجل حاجه او نبعت خطاب او الى اخره لغايه في خدمته في نقله في توصيله للمكان اللي هي رايحاه مثلا لازم يكون ايه عالي كواليتي كنترول على كل خطوه لو انا مثلا في اي مكان انا بقرب المسائل اكثر لاي حاجه لو انت في مطعم في كواليتي كنترول كواليتي كنترول على ايه؟ كواليتي كنترول عنده الحاجتين عنده السيرفيس وعنده البرودكت بيبقى في كنترول على مين؟ على اللي بيقدم السيرفيس نظيف لابس كويس ريحته كويسه متظبط كويس الانسان نفسه اللي هو بيقدم الخدمه وفي نفس الوقت كواليتي كنترول على ايه؟ على الفود اند بيفرج اللي هو بيقدمه لو انا مثلا في ريستوران فيعني ايه الكواليتي كنترول ده اللي هو جزء من الايه؟ من الكيو اكيو سي. طيب تيستينج اند هاندينج اوفر لو انا بعمل بقى تيستينج او هاند اوفر الخدمه للعميل طبعا دي بتبان اكتر عندنا في الكونستراكشن اللي احنا بنقول التسليم الابتدائي وبعدين المينتنس اللي هي في الكونستراكشن سنه ضمان انما كل ده موجود في اي سيرفيس في اي خدمه اللوب ده. طيب بعدين الفاينل هاندنج اوفر لما بتوصل بقى الخدمه او الـ المنتج
للايه للكاستمر. خلصت كلامي يبقى الايه كلوز اوت البوست ايفالويشن بتاع الايه بتاع الكواليتي لوب بتاعي، وتوصل للاخر ايه للكاستمر. لما يوصلوا بقى الكلام ده وتقفل بقى الموضوع بقى اسمه ايه ده الايه الكاستمر ساتسفاكشن. لو وصلنا باللوب دي الكاستمر ساتسفاكشن يبقى انا ايه ظبط الكواليتي بتاعتي مظبوط، ما وصلتلهاش يبقى انا كل اللي انا عملته ملوش ايه يعني ما. طيب how is an organization to reduce a quality system which can translate definition into definitive answer. يعني ازاي اي منظمه تقدر تظهر كواليتي سيستم نظام يعني تقدم نظام جوده اللي بيترجم الديفينيشن. الديفينيشن احنا قلناه ده ازاي تحطه في ديفينيتيف انسر، يعني ازاي تحقق الطلب بتاع العميل وازاي ترضي العميل. How to provide quality assurance، ازاي اقدم يعني ان انا اعمل quality assurance ده in general. نخلي بالنا اول حاجه بيبقى عندي ايه حاجات internal وحاجات external. internally بعمل management policies، بعمل سياسه جوده عندي. يعني لما تقول لك سياسه جوده سياسات وبتبقى معلنه سياسات هنا خدمه العميل كذا في كذا وكذا وكذا وكذا، سياسات هنا توصيل الخدمه مثلا الى حيث يوجد العميل، سياسات هنا يعني السياسه العامه بتاعت ايه كواليتي مانجمنت بوليسيز، السياسات العامه بتاعت المؤسسه او المنظمه او مقدم الخدمه او مقدم الايه الجود يعني او الحاجه اللي المنتج يعني برودكشن. prepare and implement procedures، بعمل بروسيدرز اللي هي الاجراءات لكل حاجه. اجراء مثلا المشتريات بتاعتي ايه؟ يعني انا باخد بنتج حاجه معينه من الدراسات بعمل بروسيدر للانتاج، بعمل بروسيدر بعد كده للتخزين، بروسيجر للتوزيع، بروسيجر الماليه، بروسيجر الكليه. فدي ايه دي بجهز وبطبق البروسيجرز اللي عندي. ميزه البروسيجرز دي ايه بقى؟ ان البروسيجر بيبقى معمول وواضح لا يتوقف على مين اللي بيطبقه. فده دايما وده اللي انا بطمن بقى اصحاب الاعمال عليه او بطبق اي صاحب شركه او او الى اخره. ان السيستم بيبقى معمول لمصلحه المنتج ولمصلحه صاحب المنتج ولمصلحه الاداره بتاعت المنتج. ان انا واحد غاب واحد اقدم اجازه بدون اجر، واحد بشكل او باخر يعني 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 واحد غاب عن السيستم، السيستم ما بيقفش. يعني ببساطه شديده اي واحد جاي هيقرا البروسيجرز هيقول ده يتعمل كذا يتعمل كذا يتعمل كذا يتعمل كذا. اي مكان في بروسيجرز وامبلمنتد والامبلمنتد شركه والامبلمنتد انت بتدخل ثاني يوم ثالث يوم تلاقي نفسك عارف كل حاجه في الشركه ابتداء من التوب مانجمنت اللي بيبقى له البروسيجرز بتاعته، عارف مين رئيس مجلس الاداره، مين المدير العام، مين مدير كان من الاخر واضح البروسيجر بتاعته واضحه، عارف لو هو عايز ايه يعمل ايه، لو عايز يشتري ايه يعمل ايه، لو عايز ايه من الشؤون الماليه يعمل ايه، لو عايز يبقى البروسيجرز واضحه لعلاقات ما بين الاقسام المختلفه. فتلاقي اللي بيدخل في مكان في بروسيجرز يبقى ايه المنتج مش مرتبط بحد معين ولا بحاجه معينه. ترين بيرسونال، لازم ترينر لازم تدرب الناس بتوع الناس بتوعنا. يعني انا في مؤسسه في منظمه مسؤوله عن الكواليتي، التريننج ده من اهم الامور اللي فيه. فولو بروسيجرز، بتابع البروسيجرز زي ما بقول دلوقتي. فيريفاي اوديت واسس، فيريفاي دي يعني ايه؟ تحقق ان الناس بتطبق البروسيجرز. ويعني هي مش ورق، نخلي بالنا برضه يعني 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 الكواليتي يبقى في لازم في دوكيومنتيشن تثبت كل حاجه، بس في نفس الوقت ما يعني مش تعقيد. يعني حتى في الكواليتي برضه برنسب كده يقول لك ايه، لو انت مثلا فورم عندك او اي حاجه ما استخدمتهاش لمده شهرين مثلا او ثلاث شهور بيعمل بتاع ده، تفكر تستغنى عنه فورا، لان ده يبقى ايه اوفرلود على السيستم اللي عندك. يبقى انت فيريفاي بالاول بين ايه؟ بنتحقق، وبعدين
بندقق بقى، بنعمل اوديتنج او تفتيش، بنعمل ايه؟ تقييم. التقييم ده هل احنا جوه السيستم بتاعنا بنقارن ما هو مطبق بالايه؟ بالبروسيدجرز بالبوليسيز وبكل الايه؟ الكواليتي سيستم اللي احنا اصلا عاملينه جوه المؤسسه بتاعتنا. بفيريفاي ايه بقى الثلاث حاجات دول؟ الورك برودكتس اللي هو الانتاج، الانتاج بتاع الناتج من العمل بتاعنا، والبروسيدجر كومبلاينس، والبروسيدجر نفسه مطابق. البروسيدجر نفسه ايه؟ مطابق لايه؟ يعني مع 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 البروسيدجرز المعموله. يعني الناس بتطبق البروسيدجرز زي ما هي موجوده، بتعمل كل حاجه زي ما هي موجوده. طيب اكسترنالي بقى بنعمل ايه؟ implement a controlled process. انا بطبق process اللي هي ايه؟ عمليات controlled well controlled بpolices وprocedures. خلاص؟ allow access for inspection of audit processes with product. بمعنى ايه؟ انا هقول مثلا لو انا عمل الاجر 9001 مثلا لاي شركه او اي مكان عام او مقاولات او construction او اي حاجه، في ثلاث اجهزه مشهورين جدا اللي هو 9001، وفي ال 14000 بتاع البيئه، وفي اللي كان 18000 زمان بقى ايه 45000 بتاع ايه السيفتي والسكيورتي بتاعت الايه المكان. فلو انا باخد الشهاده مثلا او بوظف السيستم بتاعي بالراجل، الراجل اللي يكون راجل خبير يعني اللي بيعمل هذا الكلام، وبيعمل لي اسسمنت شركه من الشركات الكبيره، بيرو فاليتاس بقى لشركات مصري او تيوف تيف سيرت الشركات اللي هي بتعمل هذا الكلام، المفروض ان انا ايه بسمح للشركه دي ان هي بتعمل اوديتنج بالاتفاق بقى. عاده بيبقى كل سنه بيبقى في اوديتنج. انا ممكن انترنالي بقى بيبقى عندي ببقى عامل تريننج اوديتورز، بس انا بتكلم على الاكسترنالي ان لازم السيستم بتاعي يتم الاكسس للتفتيش والاوديت من خارج، من نفس الشركه اللي هي ايه ادتني الايزو ده عشان تجدده او عشان تؤكد ان انا ستيل ان انا ماشي على الامتلاك صح وعامل كلام. طيب evolution of quality assurance systems، هنا هنتكلم بقى ايه يعني ايه عشان نعرف احنا فين من مما يحدث في العالم الكواليتي اشورنس. مش احنا بس يعني، يعني دول العالم كتير جدا، ومش قصه في مكان معين او بلغه معينه او الى اخره. لا يعني امريكا فيها حاجات عاليه جدا، وفي حاجات ولا عندها اي كواليتي خالص. اوروبا نفس القصه، والشرق الاوسط في نفس، يعني في كل مكان في العالم في دي عشان كل واحد فينا اوبريتنج كنترول. انا رايح اشتري حاجه معينه واعمل حاجه معينه من واحد، مثلا بشتري مثلا فرش، بشتري اي حاجه، بيبقى واحد اللي عاملها وهو اللي عامل الكنترول بتاعه عليها، فده اسمه ايه؟ الاوبريتور كنترول. الاوبريتور نفسه اللي بيشتغل هو اللي ايه؟ اللي عامل الكنترول. طب العمليه كبرت شويه وما بقتش ايه واحد بيشتغل بيه، لان زمان كان في يقول لك يعني رايح للنجار الفلاني يعمل لي الطقم بتاعي، دلوقتي بقت العمليه في مصنع. طيب في المصنع ده بيبقى فيه ايه؟ فورمان كنترول، بيبقى فيه فورمان بيتابع التشغيل، يبقى فورمان بيتابع التشغيل بتاع الانتاج. بعد الفورمان بقى بيبقى كان فورمان واحد بيتابع الكلام ده كله، بيوصل بعد كده ايه؟ الاسبكتور كنترول. الانسبكتور ده بقى بيبقى فيه تخصصات، انسبكتور مثلا للماتيريال، انسبكتور لاي حاجه، فادي ثالث درجه في الايه؟ في الكواليتي سيستم. بعد كده دخلنا في ايه بقى؟ في الكواليتي كنترول. الكواليتي كنترول ده بيعمل الكواليتي كنترول على ايه؟ على عناصر الانتاج. الكواليتي كنترول بعمل الكواليتي كنترول على، احنا قلنا ايه؟ 3M، ال 4M اللي هي الماني، ايه؟ ليتس ايه فورجيت ات ليتل بيت، على ثلاث حاجات. بقى اتاكد من الـ من الكواليتي بتاعت عناصر الانتاج اللي هي ايه؟
مان باور، بتاكد ان المان باور بتاعتي كويسه، بعمل كنترول عليها على عليها تشتغل ماندوفر يعني زي ما بيقولوا الفرنساويين. بعمل كنترول على الماتيريال، بعمل كنترول على الماشينري، ده ككواليتي كنترول اللي هي الايه الايه عناصر الانتاج. طيب دخلنا بعد كواليتي كنترول دخلنا على الايه كواليتي اشورنس. كواليتي اشورنس اللي هي اول درجه في كواليتي اشورنس اللي هي الايه الايزو. اللي عايز اقوله هنا حاجه يعني عد ادي 1 2 3 4 وبعدين بنتكلم على كواليتي اشورنس اللي هي الايزو. يعني عشان نوصل للايزو العالم مر على دول، دي الحاجات المعروفه. بس انا شخصيا واثق ومتاكد ان ما قبل التاريخ المكتوب يعني ايام الفراعنه وايام الصين دول الصين القديمه ايام الحضاره اليونانيه الحضاره الفارسيه الحضارات القديمه قديمه قوي يعني قبل الكلام ده كله، كان في حاجات خاصه احنا ايه ما عرفناش عنها كتير. بس انا عايز اقول النهارده برضو عشان نقول في يعني اقول الفهم، انا بتكلم عن الفهم العام والفهم اللي ايه المفروض نكون احنا فاهمينه، ان انا ما فيش واحده من دول بتلغي اللي تحتيها. يعني لما اقول مثلا فورمال كنترول، معنى في فورمال كنترول ما يعنيش ان الاوبريشن كنترول واقف، لا ده في الاوبريتور هو بيشتغل فيه بيعمل كنترول على نفسه وفوقيه الفورمان. يبقى في انسبكتور كنترول برضه الاثنين دول موجودين، وفي انسبكتور هنا في كواليتي كنترول في كل دول تحتيه. اما جيت كواليتي اشورنس ايزو بقى كل دول ايه تحتيه. يعني مش هقول انا بقى بشتغل بالايزو يبقى دول مش موجودين، لا ده الايزو كل الناس دي شغاله جوه الايزو سيستم. فدي الميزه بقى اللي في الايه اللي في كواليتي اشورنس سيستم اللي لازم كلنا نبقى معين لها معرفه. طيب هل يا ترى الكواليتي اشورنس الايزو ده اللي الناس كتير قوي بتقول لك انا اشتري شهاده ايزو ابقى انا عملت اللي بعمله ده؟ طبعا ده كلام مش صح. طبعا هو طبعا الـ يعني الـ مش عايز اقول فساد يعني او الـ يعني الـ يعني الـ الافكار الخاطئه يعني موجوده في اي مكان في كل حته. انما الايزو اصلا ده طرف ثالث بيقول والله انا زرت المكان ده او زرت المصنع ده او زرت المؤسسه دي وبدي سيرتيفيكيشن لها ان هي عندها نظام يضمن بتطلع منتج كويس. دي الكواليتي اشورنس سيل الايزو. هل يا ترى العالم وصل لدي؟ احنا مش كل الشركات قامت هذا الايزو، جدا من الشركات شاريه الشهاده للاسف. انا بقول هذا الكلام ده انا يعني ايه حزين. ف لا ده لسه المفاجاه. الكواليتي اشورنس اللي هي الايزو ده شفت قبل كم درجه؟ وانا رقم 5 في المسلسل الموجود في العالم. النهارده في حاجه اسمها توتال كواليتي مانجمنت، دي إدارة الجودة الشاملة. وإدارة الجودة الشاملة دي هي اللي قلبت العالم كله، بداية إنها تقلب العالم كله إلى دول أو مؤسسات عارفة ومؤسسات مش عارفة. مؤسسات بتتقدم وبتعيش أو مؤسسات بتتأخر بتتخلف وبتموت. التوتال كواليتي مانجمنت دي هنتكلم عليها برضو وقصتها تضحك. لأن هي بدأت بواحد أمريكي اسمه ديمينج وهن ايه هنتكلم عليه قدام شويه سلايدز قدام شويه. بعد توتال كواليتي مانجمنت دي توتال كواليتي مانجمنت هنا التفكير هنا بقى ايه؟ مش اداره الجوده، لا جوده الاداره. بمعنى ايه؟ كل ما يسبب تحسين جوده الاداره هو ده بنوصل في توتال كواليتي مانجمنت. احنا الاداره احنا قلنا اللي هي ايه؟ فور فانكشنز لفور الريسورسز. الفور فانكشنز اللي هم ايه؟ اللي هم تاني بلاننج اورجنايزنج وكنترول عشان اعمل برودكت، صح؟ طيب التوتال كواليتي مانجمنت لازم اضمن الكواليتي بتاعت البلاننج، الكواليتي بتاعت الاورجنايزنج، الكواليتي بتاعت الليدنج، الكواليتي بتاعت الكنترول. طيب وبعدين بطبق دول على الايه؟ على الفور ريسورسز، على الايه؟ على المان باور، على الماتيريال،
الماشينري على الماني. يبقى جودة البلان والاورجنايزنج والليجل كنترول على الايه؟ على البلان، على الانسان. وبعدين جودة البلان والاورجنايزنج والليجل كنترول، يعني الموضوع بسيط جدا وفهمه مبسط جدا، لكن للاسف التبسيط ده ما هوش واصل للجموع، يعني ناس كتير جدا متخصصين جدا ومش حاسين بمدى الجمال واللي هم فيه. الموضوع ابسط بكتير من 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 من, من ايه من يعني لما تفتح كتب قاعده ماجنت تبتدي تقرا هتلاقيها جميله وبسيطه ورائعه، يعني سواء باللغه العربيه او بالانجليزيه او باي لغه يعني تكون انت حافظينها. يعني بعد توتال كواليتي مانجمنت في ايه؟ وزي ما قلنا مع توتال كواليتي مانجمنت ما ينفعش في حته ما فيهاش ايزو. مش بقول ايزو كشهاده ولا ايزو كاشورنس، يعني ان انت عندك سيستم شغال. يعني ما ينفعش تقول ان انا بشتغل توتال كواليتي مانجمنت ما عنديش بروسيدر وبروسيسز وميشنز وفيجنز وكل حاجه خاصه بالكواليتي اشورنس سيستم. يعني توتال كواليتي مانجمنت هيطبق على الحته فيها سيستمز، لو ما عندهاش مش هطبق كواليتي مانجمنت ازاي. ندخل بعد كده اخر المستحدثات بقى اللي هي في 20 30 سنه اللي فاتوا في السكس سيجما. السكس سيجما دي اصلا ستاتستكس ميثودولوجي، ان انا احسب بيها مدى درجه الكواليتي اللي عندي او مدى درجه اي بيانات عندي او اي حاجه. طبعا الكلام ده كله ناتج من ايه؟ من المانجمنت انفورميشن سيستم اللي هو بالكمبيوترز بقى وبال يعني هاو تو ديل وذ مانجمنت انفورميشن سيستم. فتطورت موضوع السكس سيجما وبعد كده عندنا، فالسكس سيجما دي تطورت وبدأ ما كانت مجرد ان هي طريق حساب او طريق تقييم، تحولت الى نظام اداره كامل مع ايه؟ مع التوتال يعني فوق بعد التوتال كواليتي مانجمنت. الكواليتي مانجمنت بدا يتكلم عليها ديمينج في الاربعينات، وجائزة ديمينج اتعملت في اليابان سنه 50. وهنتكلم بعد كده على قصه مضحكه جدا جدا جدا، يعني ازاي الموضوع ده تم وازاي يعني ايه ما حدش يزعل لما نلاقي ان احنا العلماء بتوعنا يعني بيهربوا وبيتفشوا وبيعملوا. هنشوف هنعرفها قصه مضحكه جدا يعني. وبعد كده اللين سيكس سيجما. اللين سيكس سيجما دي تطوير للسيكس سيجما. السيكس سيجما بتنص على ان انت يبقى عندك 3.4 ديفكتس بير مليون، يعني كل مليون عمليه او كل مليون خطوه ليك غلط 3.4 مع كل مليون. طبعا دي عمليه مش بسيطه يعني. اللين بقى سيكس سيجما بتضيف على سيكس سيجما بتتميز عنها ايه بقى؟ بان هي بتقول لك البروسيس اللي تلاقيه مش بيضيف فاليو للبروسيجرز بتاعتك او السيستم بتاعك الغيها امسحها. يعني في خطوه انا مثلا عشان اعمل اجازه بس لازم اخد توقيع الرئيس المباشر، والرئيس المباشر للمدير بتاعه، ثم المدير العام، ثم رئيس القطاع، ثم رئيس مجلس الاداره عشان اطلع باجازه يومين. في اللين 6 سيجما يقول لك كل ما هو غير مضيف لحاجه، يعني انت ابتداء ان مديرك عرف خلاص اتس اوكي. فيلغي مثلا الخطوات دي. انا ببسط الموضوع قوي عشان نبقى عارفين الحكايه ايه، الموضوع اعقد من كده بكتير. بس انا بتكلم وجهه نظر الايه؟ انا بتكلم على العموم ان مواضيع السيكس سيجما واللين سيكس سيجما دي وتوتال كواليتي مانجمنت دي مواضيع كبيره جدا جدا ومتخصصين ومواضيع هامه ومواضيع جميله جدا والتخصصات فيها عاليه جدا. وفيها لما بنتكلم على السيكس سيجما بنتكلم على البيلت بقى، بنتكلم على الجرين بيلت والماستر والبلاك بيلت والماستر بلاك بيلت. هنتكلم على برضه، هنتكلم برضه بريفلي برضه على السيكس سيجما، وهتكلم بريفلي عن الايه اعطوك كواليتي مانجمنت. اللي السيكس سيجما يعني هنعتبر ان احنا بنتكلم دول مع بعض يعني. ودي زي ما بقول برضه انا بكلم البروجكت مانجر وايه المعلومات المفروض يعرفها عن هذا الكلام. يعني معلومات مبسطه لكن مواضيع تقيله ومواضيع جميله جدا ولها متخصصين، والمتخصصين في الكواليتي دول هم دول يعني اساتذه الاداره، وهم دول السبب في تطوير اي منشاه.
او تطوير اي بروجكت او تطوير اي دوله. انا مش متعصب، انا مش متخصص، لكن انا بروجكت مانجر وبتكلم كلام الحق اللي المفروض الناس كلها تعرف. هيستوري اوف كواليتي مانجمنت، هنا ابتدي ايه القصه اللي بنقولها، القصه تضحك. سينس 1949 when top manager in USA focused on marketing, production, quantity and financial performance, Japanese managers improved quality at an unprecedented rate. يعني سنة 49 كان التوب مانجرز اللي في أمريكا مركزين قوي، ده كان بعد الحرب العالمية الثانية. خلاص؟ أمريكا كانت مشغولة بإيه؟ مركزة على الماركتينج. ماركتينج. خلاص؟ ومشغولة بالإنتاج. يعني كمية الإنتاج. وفاينانشال بيرفورمانس اللي هي الإيه؟ كفاءة الإيه؟ الكفاءة المالية. في حين اليابان كانت مهتمية بإيه؟ Japanese manager improved quality at an unprecedented rate. هنا تيجي قصه للضحك، يعني الناس معتقده ان يعني بيعتبروا ان التقدم الياباني في 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 كل شيء من الاربعينات لغايه ما اكتشفوا قدام العالم في التسعينات ان هو امريكي الصنع. لا، هو مش امريكي الصنع. القصة ببساطة شديدة، ودي قصة حقيقية. ظهر في أوائل الأربعينات، مثلا نقول الأربعين 42، واحد اسمه ديمينج. ديمينج ده كان أول واحد يتكلم على التوتال كواليتي مانجمنت. هو تلميذ واحد اسمه شوهارت. شوهارت ده كان بتاع ستاتستكس، والستاتستكس دي إيه؟ أم بقى كل حاجة، أم الكواليتي وأم كل حاجة في الدين وأم التقدم العلمي وكذا من الآخر. بس طبعا أيامها كان الإيه؟ الكلام كله اللي كان بيستخدم كالكوليتور كان بيبقى يعني متقدم يعني في الاربعينات. طيب، راح ديمينج راح قال للامريكان ايه؟ It's time for new religion. ما كانش بيقول لهم لا، يعني ده في دين، يعني It's time for new religion يعني ايه؟ جاء الوقت لايه؟ لدين جديد. هو مش قصده بقى الدين يعني حاجه بقى ان انا نعبد ربنا او الى اخره، لا، قصده يعني ايه؟ ان احنا ننتهي نهج جديد اللي هو ايه يا عم؟ اللي هو التوتال كواليتي مانجمنت. وقعد يشرح لهم يا اخوانا التوتال كواليتي مانجمنت، احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، وهنبين بعد كده هو عمل ايه. لا، ان شاء الله في حاجات بقى لو ربنا ادانا عمر وبدانا نتكلم على الكلام ده برضه. نخلي بالنا، انا بتكلم ان جنرال والمعلومات العامه لاي مدير مشروع. المتخصص لازم ايه؟ ياخد دورات متخصصه في الكواليتي. بس احنا هنتكلم على جنرالي، انت مش تعرف تعمل ايه للناس كلها، واللي عايز يتخصص بقى يعني ايه؟ هو ممكن يعني يبتدي يقرا مع نفسه، يدرس مع نفسه، او يشوف دورات. المهم، عمنا ديمينج وجع قلب او وجع دماغ ايه؟ الحكومه الامريكيه ايامها. قامت الحرب العالميه الثانيه. الامريكان علشان يوقفوا الحرب العالميه الثانيه، اليابان كانت يعني ايه؟ شد حيلها. راحت بعت لهم ايه؟ قنبلتين نوويتين، واحده في هيروشيما واحده في ناجازاكي. فايه؟ اليابان لما شافت كده سلمت، والامبراطور بتاعها يعني ايه؟ طاطا البصل وقال لهم يعني ايه؟ خلاص انتوا انتصرتوا. الغرور الامريكي طبعا خلاص اتظبطت بقى، فيعني خلاص. فقالت ايه بقى؟ قال لي تضرب عصفورين بحجر، عشان تعرفوا ان يعني المشكله دي مش مشكله شرق اوسطيه، مشكله اصلا قديمه يعني. فجت الامريكان بادعاء انهم عايزين يعرفوا حجم الخسائر اللي حصلت في هيروشيما وناجازاكي. بعتت مين؟ قالت لعمنا ديمينج اطلع يا عم على ايه؟ على اليابان، واحصر لنا الخسائر اللي حصلت من هيروشيما وناجازاكي، علشان قال ايه؟ نعوض اليابان عن خسائرها، لان احنا كان كل هدفنا ان احنا عايزين نوقف الحرب بقى وننقذ الارواح وكذا من اخره. طبعا ده الكلام بتاع الايه؟ الساسه. وانا شخصيا يعني ايه؟ ببيع السياسه بالكامل من سنه 68 يعني. فالمهم، راح ديمينج في اليابان. ديمينج اعتقد وصل اليابان 47 48 مع الحرب.
عرض افكاره بتاعت التوتال كواليتي مانجمنت على اليابانيين. الناس فرحوا بيه جدا 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 جدا، وقالوا لا بقى انت ايه، اقعد معانا، احنا عاوزينك ومحتاجينك. سنه 50 اليابانيين طلعوا جائزه دوليه هنتكلم عليها في الاخر برضه، اسمها ايه؟ ديمينج برايتس، مخصصه لاحسن مكان يطبق التوتال كواليتي مانجمنت انترناشونال. وديمينج برايتس ودي في التاريخ سنه 50. طيب ديمينج شغال على امريكا، على اليابان. وبالمناسبه برضه قصه مكمله صغيره دي، يعني مش تعصبا ولا حاجه، في واحد اسمه جوران. جوران ده كان روماني يهودي امريكي بقى، سافر جاري ورا ديمينج في اليابان، ده هو نمبر 2 في التوتال كواليتي مانجمنت. بعد كده طلع ناس كتير بقى، هنتكلم على بعضهم برضو وعلى الكلام ده كله في ايه، في برزنتيشنز جايه. لكن دي قصه حقيقيه، قصه حقيقيه وواقعيه، اللي عايز يعني يقرا ويزود يدخل عليها. فاللي حصل ان ديمينج هو مواليد 1900، راح الـ يعني بدا هو عنده في الاربعينات 42 43 سنه، يقول لهم السام نيو ريليجن. زعلوا منه بقى، وده مين ده جاي تعمل ايه ولا كلام ده، كلام غريب على الاداره وعلى الامريكان عموما. راحوا ايه باعتينه ايه اليابان عشان يبعدوا عنهم، عشان ما موجعش دماغهم، ما هوش يقول لهم بقى طوروا واعملوا طرق عشان ما هوش الكلام ده من الاخر. راحت اليابان واخداه سنه 50 وبدا يعني معك على رحله 48 49 50 كانت عامله دايره جايزه ديمينج، ديمينج برايتس. واشتغل مع اليابان من سنه 50 لسنه 80. في الاثناء دي يعني احنا في السبعينات كان في، مش السبعينات حتى، في الستينات وبين الستينات والسبعينات كان في مركب ياباني كان اسمها ساكورا مارو، جت هنا في اسكندريه وكنا بنزورها واحنا طلبه لسه، طلبه صغيرين يعني مش طلبه في الجامعه، طلبه صغيرين خالص. كان فيها يعني حاجات مش عايز اقول، في ناس كتير بتبص لها دلوقتي مدهوشه، ده كلام ده في الستينات. اكيد الساكوره مارو باين بقى، يعني انت تعدي بتاعت لي يعني تعدي قدام شاشات التلفزيون تلاقي صورتك، الله ده انا مش عارف ايه، ده انا طالب التلفزيون وفرحان بنفسك قوي. وشويه حاجات من هذا القبيل. كان لينا برضه ناس الله يرحمهم، يعني من الاسره، يعني كانوا بيشتغلوا في سيستمز معينه، كانوا كان يعني لينا واحد كان بيسافر يعني محاط بحراسه مشدده جدا انه يحضر المعارض اليابانيه علشان يعني ايه يتعلم ويفهم ما فيها من تكنولوجي، خصوصا في الالكترونكس، خصوصا في الحاجات المتقدمه. ويجي هنا في مصر وكان بيعملها، وكانت يعني ايه بيقلدها سام اكستند يعني طبعا خلاص. فالمهم اليابان قعدت تتطور، والامريكان مش عارفين تتطور ازاي، والامريكان مهتمين زي ما قلنا بالثلاث حاجات اللي قلنا عليها في قبل كده، بالماركتينج والماني وكان من الاول لاخره، وما اهتمتش بالكواليتي خالص. سنه 80 ديمينج حديث تلفزيوني مع في محطه امريكيه، قال لهم if Japan has done it the US can do it. ايه دي بقى يا عم؟ ذا توتال كواليتي مانجمنت. من هنا الراجل عنده 80 سنه قالوا له لا يا عم انت بقى ما تمشيش، انت بقى خليك معانا. لان كان الفارق الحضاري سنه 80 ما بين التقدم الياباني والتقدم الامريكي تكنولوجيا وعلميا وتطبيقيا كان فارق رهيب، وسبب فيه دمج. فانا بقول له القصه دي ليه؟ عشان احنا ما نزعلش، ما نعتقدش ان ابعاد العلماء او ابعاد الناس اللي فاهمه او ابعاد الناس اللي هي بتدعو الى تقدم علمي او تقدم تكنولوجي او الى اخره، ان دي حاجه يعني ايه شرق اوسطيه او عربيه او الى اخره. لا دي حاجه يعني بيلت ان في اي نظام، اللي هي دلوقتي حاجه اسمها تشينج مانجمنت هنتكلم عليه بعد كده. حتى النظام نفسه الكبير العميق الكلام ده كله بقى برضه رفض التصور ومشى احسن واحد عنده عشان الاسلام اوف نيو ريليجن،
وراح حصلت لليابان وكان سبب في انها اخذت يعني الصداره في التقدم العلمي بالكامل. بيحضرني حاجه دلوقتي انا ما كنتش مرتبها ان انا اقولها دلوقتي، هي مش بره السياق، يكون سياق برضو. احنا كنا بنقول دايما كوكب اليابان بالنسبه للتقدم العلمي، لان انا ده الموضوع ده مش يعني 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 واخده على قلبي، يعني ان احنا ازاي احنا عندنا علماء من اكثر العلماء اللي في العالم كله من اول لاخره، وده مش مجامله ولا حاجه يعني. يعني في اللي هو زوين ساس عن انجينيرنج، انا يعني العبد الفقير ده انا اقل واحد في الدنيا يعني موجود فيه، من ضمن مثلا 30 40 الف واحد من مصر كلها، كنا 80 واحد او 100 واحد، وجميع العلماء اللي موجودين في العالم كله اللي هم المصريين محطوطين باسماء بلادهم اللي هم فيها، اللي بين امريكا واوروبا وكندا و الى اخره. فاحنا العلماء بتوعنا اللي مشيوا بشكل او باخر، او العرب عموما برضو معلش انا يعني النقط دي انا طلعت بيها بره، لان انا ذكرت دلوقتي حاجه الصين في الثمانينات اما بدات تعمل الخطوه بتاعتها. ده الكلام ده بكلمكم برضو عن وقائع احنا عشناها، انا مش بتكلم على كتب. انا كنت بنيت فندق كبير هنا في اسكندريه، كان شركه ممتازه، كنت انا الستاف اوف ذا سيستم فيه، كان معايا مدير مشروع اوروبي من لوكسمبورغ، وخلصنا سنة 81 وسلمناه وكده. هو بقى سافر بعد كده وراح الصين، جه نظرني سنة أعتقد 83 تقريبا منبهر، قال لي الصين لا شيوعية ولا اشتراكية ولا، اختلفت تماما من أوائل الثمانينات الصين. النهارده لما بنيجي نقارن احنا كنا قاعدين بنقول كوكب اليابان كوكب اليابان كوكب اليابان، لا ده كوكب الصين طلع كتير جدا برضو من ايه؟ من الكواليتي سيستم اللي حطه لهم. حطه لهم مين؟ واحد استاذ دكتور عراقي كان في انجلترا وواخد جنسيه بريطانيه، وطلبوه قالوا له تعالى يا عم، ورجوا الحكومه اللي ما كانش عايز يروح، لكن ايه؟ اخذوه، هو اللي حط لهم كل الفكر. طبعا الناس في ناس كتير بتغلطني وتقول لي لا دي قصص حقيقيه، هو واحد يبقى له فكر وله يعني ديمينج غير اليابان كلها من اول لاخرها وخلاها توب اوف ذا سيستم وتوب في كل حاجه، وواحد عالم عراقي عربي، وهو اللي راح برضه سبب النهضه الموجوده في الصين. واحنا ان شاء الله ربنا هيرزقنا برضه من عندنا اللي ايه اللي يحطونا على التراك. انا اسف انا دي مش سياسه، انا ما انا انا اي دونت لايك بوليتكس اتول. فايه ماركت ستارتد بريفيرنج جابانيز برودكتس اند امريكان كومبانيز سفرد immensely. يعني السوق العالمي بدا يفضل تماما المنتجات اليابانيه، والامريكان متعسرين جدا وبيعانوا من ايه؟ الشركات الامريكيه بتعاني immensely يعني بكفاءه وبقوه يعني. امريكا ووك اب تو ذا كواليتي ريفوليوشن ان ايرلي 1980. ده اللي انا كنت بقول لكم عليه دلوقتي، ان هو عملنا ديمينج، هو اتوفى دلوقتي خلاص، هو مات عن 94 سنه مثلا 1994 واحنا يعني كبار يعني. فالمهم امريكا ووك اب صحيت على فكره، دي ده مش انا اللي كاتب الكلام ده، دي يعني ايه as it is from somewhere يعني. To the quality revolution in early 1980s. يعني دلوقتي من 40 سنة. Ford Motors Company consulted Dr. Deming to help transform its operations. بدأت إيه فورد موتور أول واحدة تتصل بديمينج وتقول له يا عم إيه تعالى خلينا إيه نطبق الفوتو كواليتي مارش بتاعك، خلينا نتقدم وخلينا نبقى إيه نقرب شوية من اليابان. By then as I'm looking at the 18-year-old Deming was virtually unknown in USA, whereas Japanese government has instituted the Deming Prize for Quality 1950. هذا ليس كلامي وليس ده كلام متاخد من
ثقة يعني، ثقة. كان عنده 80 سنة، ديمينج ما كانش معروف في أمريكا، وكانت اليابان الحكومة اليابانية عملت ديمينج برايس سنة 1950. في ناس بقى يعني، مرة أنا مثلا في مؤتمر، فإيه واحد كان بيتكلم وبتاع، واحد يعني من أساتذتنا الكبار، فبيقول إيه، أدي الخدمة بقى، أدي أمريكا خدمت اليابان وبعتت لها ديمينج، وهو اللي قوم اليابان كلها من أول لآخر. فأنا طبعا إيه، ما يعني الكلام العام ده أنا ما بقدرش أسكت عليه، رحت رافع إيدي قلت له يا دكتور لو سمحت، أمريكا ما ساعدتش اليابان ولا حاجة، أمريكا طردت ديمينج عشان قالت سام نيو ريليجن، وراح هناك عمل ونسيته 30 سنة أو 32 سنة، عم افتكرت إن لا واحد هناك لما جه في حديث تلفزيوني. طبعا الراجل يعني، يعني حبيبي يعني، حبيبي حبيبي وأستاذي وكل حاجة يعني، فيعني إيه يعني تقبل الموضوع، ده كلام صح، كلام احنا مش بنألف، مش بنألف. طيب history of quality management. Managers started to realize that quality of management is more important than management of quality. اللي هو quality of management. Birth of the term total quality management. Total quality management, integration of quality principles into organizations' management systems. يعني ايه total quality management؟ احنا بنقول عليه integration of quality principles، اللي هو integration، اللي هو integration اللي هو ايه؟ يعني تداخل او تكامل مبادئ الكواليتي مع المانجمنت سيستم بتاع المؤسسه. طيب defining the dimensions of quality، اللي ايه ابعاد ده الكواليتي. احنا قلنا في حاجتين، في الكواليتي ان جودز، في كواليتي ان ايه، ان سيرفيسز. طيب الكواليتي ان جودز بقى اللي هي ايه، اللي هي الكواليتي بتاعت السيستم اللي بينتج الجودز، بينتج المنتجات او البضائع. اول حاجه البرفورمنس اللي هي الايه، الاداء. بعدين فيتشرز، هنتكلم على كواليتي جودز الاول بعدين كواليتي في السيرفيسز. هو الجودز بتبقى اكتر شويه لان ايه، معقده شويه عن السيرفيسز. خلاص الفيتشرز اللي هي الايه، الميزات. الريلايبيليتي، هنا مشتركة الريلايبيليتي هنا ما بين ايه؟ السيرفيسز والجودز. الريلايبيليتي اللي هي ايه؟ اللي هي الموثوقية. بعدين الديورابيليتي، الديورابيليتي موجودة هنا بس مش موجودة مع الايه؟ مع السيرفيسز. فالديورابيليتي دي ولو هنا يعني المفروض تكون موجودة هنا وهنا، بس هنا الديورابيليتي مقصود بيها ايه؟ المتانة يعني، او هي يعني هاو ماتش ديور يعني، هاو يعني عمرها هتبقى قد ايه durability، يعني durability بتاعت مبنى، durability بتاعت مصنع، durability بتاعت بدله، durability بتاعت اي منتج انت بتدخله بتستهلك فيه او اي حاجه. الكونفورمنس اللي هي التوافق، توافق مع ايه؟ مع الطلبات يعني كعميل. طيب بعد كده عندي السيرفيس ability اللي هي ايه؟ خدمه. سيرفيس ابيليتي، امكانيه الخدمه. الاستيتكس، الاستيتكس اللي هي ايه؟ الجماليات، الجماليات في الاخراج الجود يعني، ممكن يبقى حاجه معموله ممتازه ومش معموله امبلاش كويس، مش متشطبه كويس وهكذا. البرسيفد كواليتي اللي هي ايه؟ الجوده المدركه، يعني وصلت لاي درجه من الجوده. طيب الكواليتي باي سيرفيسز بقى عباره عن ايه؟ reliability اللي هي الموثوقيه، انا واثق فيها وهي موجوده هي الواحد اهي. التانجبلز اللي حاجه ملموسه، يعني انا داخل مطعم، المطعم دبل 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 يعني، عارف في جودز وفي سيرفيسز مع بعض، انما السيرفيس مثلا زي البريد، زي التعليم، زي التانجبل تبقى ايه، ملموسه، يعني انا حاسس ان التعليم اتحسن، حاسس ان البريد اتحسن، حاسس ان المواصلات اتحسنت، كل دي خدمات. Responsiveness اللي هي ايه؟ الاستجابه، يعني ان السيرفيسز دي يعني عايزه استجابه، واستجابه كل ما كانت اسرع كل ما كانت احسن. زي اي بقى شركه نقل، شركه شحن، الحاجات اللي هي الخدمات اللي هي متعلقه بايه؟ بالبشر يعني، الاستجابه بتاعتها بتبقى اسرع. الاشورنس اللي هي ايه؟ التوكيد. الاشورنس دي موجوده في كل حاجه، بس دي يعني ايه؟ بنتاكد مع السيرفيسز.
الامباثي اللي هي الايه؟ الفئه بنواحي العاطفه بقى والحاجات اللي هي يعني الحنان، الحاجات اللي ما بين الناس. طيب الكواليتي سيركل دي من الحاجات اللذيذه برضو اللي هي ايه يعني برضو ستي تعرفها في الايه في الكواليتي. في الكواليتي سيركل معروف في السيركل ده اسمه ايه؟ ديمينج سيركل او سايكل، يعني احنا بنقول عليها ايه ديمينج سيركل او ديمينج ايه سايكل، بس هي اصلا مش ديمينج، هو شوهرت يعني بلان دو تشيك اكت، بلان دو تشيك اكت. طيب بلان وات يو وانت تو دو، هي اصلا شوهرت اللي كان عامل هذا الكلام اللي قلنا الاستاتستيكا، اللي هو استاذ ديمينج، استاذ ناس كتير جدا في الجو ده. بلان وات يو وانت تو دو هي بسيطه جدا وسهله جدا، بس ايه العبقريه اللي فيها بقى؟ هي دي ايه ناس كتير ما بتبصش في الحته دي. بلان وات يو وانت تو دو، طيب بعدين ايه؟ دو وات يو هاف بلاند، يعني مرتبطه بعدها زي دي سهله. بلان دو تشيك اكت، فاكرين ان احنا المانجمنت لوب او مانجمنت سايكل اللي هو ايه؟ بلاننج اورجنايزنج ليدنج وكنترول، مختلف عن دي. في ناس كتير برضه بتتلخبط ما بين الاثنين. انما التانيه كانت ايه؟ بلاننج اورجنايزنج ليدنج وكنترول اللي هو الايه؟ الفور فانكشنز اوف مانجمنت. في ناس بتتلخبط ما بين دول، لكن هنا دي بلان وات يو ونت تو دو، دو وات يو هاف بلاند، يعني اعمل اللي انت خططته. طيب تشيك ايه بقى؟ تشيك ذا ديفرنس بين وات يو هاف بلان وات يو هاف دون. انا لما جيت اشتغلت هل انا عملت اللي انا مخططه ولا اكتر ولا اقل؟ لو اكتر ماشي تمام، لو زيه ماشي تمام انا مكمل. انما لو في فرق بقى ما بين البلان والدو، يعني يبقى في تشيك، التشيك ده معنى يبقى في ايه؟ يبقى في فرق ما بين الدو والبلان. الدو اللي انا عملته اقل من اللي انا كنت مخططه، يبقى انا لازم اتشيك ايه؟ تشيك الفرق ما بين الاثنين دول واكت. طب ايه العبقريه في الدايره دي؟ ايه يعني بلان ودو وات بلان دو تشيك وات او دي هنا واكت؟ الاكت دي اسمها ايه الحقيقي؟ اكت اون ذا ديفرنس. بمعنى ايه؟ انا هقرب الموضوع برضو لحضراتكم عشان برضو ايه نبقى عارفين اساس الموضوع ايه. الموضوع يعني سهل وجميل ومفيش اي حاجه خالص. هقول لك على موضوع ابسط ما يكون. انا دلوقتي مدير مشروع وكتبت خطاب مانيوال كده للايه؟ السكرتير بتاعي عشان يكتبه لي او السكرتيره بتاعتي عشان تكتبه. طيب اديته للسكرتيره بتاعتي او السكرتير بتاعي كتبه لي على المكنه وجابه لي. طيب انا عشان اشيك على الخطاب ده بعمل ايه؟ بقول له فين الدرافت اللي انا اديته لك؟ صح؟ طيب انا باخد الدرافت اللي اداه لي وبدات ايه؟ اراجعه مع الايه؟ وات هي هاز دان. لقيت فيه اخطاء فباجي بالقلم الاحمر او باي قلم على مين؟ على اللي هو عملها لي بقى، على الطباع طبع هالي جابها لي، اروح اعمل له دي لا دي صح دي غلط دي الى اخره. بقت الريفرنس بتاعي دلوقتي اللي هيرجع يعيد بيه الشغل اللي هو الورقه اللي انا اديتها له. لما هيروح بقى يصلح هيصلح ايه؟ عينه هتقع على ايه؟ على النقط اللي هي اللي انا معلم له عليها. هيدخل عليها هي النقط اللي هي التشيكس دي اللي هي السناكس او الاخطاء انا شيكت له عليها وهو هيأكت عليها. مش هيقعد بقى يكتب جواب كله من اول وجديد ولا هيراجع جواب كله من اول وجديد، لا. هيعمل ايه؟ هيأكت اون ذا ديفرنس. فدي ده توفير الوقت، دي العبقريه اللي موجوده في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدايره دي اللي هي اربع الفاظ سهله وبسيطه لكن معانيها عميقه جدا. ان انت لما بتيجي تعمل تشيكينج بتعمل تشيك مره واحده على الديفرنس، بتاكت على الحته الصغيره او على مقدار السناج اللي حصل او الخطا اللي حصل او الحاجه اللي ما حصلش تطابق ما بين البلان والدو. فدي عشان برضو نبقى يعني نبقى برضو بقى نكون دي اسمها ديمينج سيركل دلوقتي. انما الناس اللي قدام ناس متخصصين قوي في الجوده اللي انا مش منهم، خلي بالكم انا مش بدعي نفسي ان انا
لا الجودة لها ناسها ولها ناس قوية جدا 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 جدا. بس أنا شخصيا بيرسونالي بقولها دايما، اللي مش هيدرس جودة صح ويعرف يعني إيه كواليتي أشورنس ويعرف يعني إيه سيكس سيجما ويعرف يعني إيه توتال كواليتي ما الكلام ده من آخره، قد لا يطبقه. لأن مش كتير بيطبقوا هذا الكلام عندنا في الميدل إيست، انما يعرف بقى في التوتال كواليتي مانجمنت في ايه وده في ايه وفي ايه. وهنستعرض على في برضه بسرعه زي ما استعرضنا برضه قبل كده في ايام يعني بنتكلم على الشهادات الدوليه، استعرضنا الايه؟ البي ام بي، واستعرضنا برنس 2، واستعرضنا الاي بي ام ان. احنا برضه هنستعرض برضه ايه؟ بنستعرض الشهادات الدوليه العامه اللي هي خاصه بالبروجكت مانجمنت. هنا هنستعرض برضه الايه؟ الثلاثه ليفلز بتاعت الكواليتي اللي هي الليتست سيستمز. Elements of Total Quality Management and Implementation. تبتدي نتكلم بقى على Total Quality Management اللي هي بعد الايزو على طول. الايزو ده موضوع طويل شويه وهياخد مننا ان شاء الله لقاء ثاني، هناخده من اوله لاخره. من اوله لغايه ما تكمله ولغايه ما تعمله ولغايه ما يجي لك حد اكسترنال اوديتور ولغايه ما تقعد كل سنه مثلا يعني يجي لك واحد يعمل لك التشيكنج بتاع الاسسمنت بتاعك انت عملت واصل لفين وعامل ايه. لغايه الاخر ده ان شاء الله موضوع تاني، لقاء تاني ان شاء الله باذن الله تعالى. الان مش توتال كواليتي مانجمنت اند امبلمنتيشن، اتكلم على توتال كواليتي مانجمنت لوحدها كده وتطبيقها ازاي. الان مش توتال كواليتي مانجمنت الان بتاعتها ايه بقى؟ اول المنت فيها الليدر شيب، توب مانجمنت فيجن بلاننج اند سبورت. ما فيش حاجه هتصلح حضرات ولا هتظبط من غير التوب مانجمنت ما يكون هو القائد للموضوع وهو اللي يعمل الموضوع. انا مش بيأس حد، لكن ودي تجارب السنين يعني، ان انت قد يكون عندك افكار، وفي الغالبيه دلوقتي انا شايف شباب الحقيقه عندهم افكار جميله جدا 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 جدا، سواء في الكواليتي في السكس سيجما يعني من ضمنها السكس سيجما وال وبعضهم في البلاننج وبعضهم في البيم انفورميشن موديلنج. ده البيم على فكره الريفت دي انا شايفها بعيني في 2006 تقريبا في الخليج، ما كنتش طبيعيه. ودي قصه برضه زي العسل يعني. انا واحد مهندس صاحبي عن مكتب كبير قوي في ابوظبي، فانا هناك. وعلى فكره انا البيم انا ما بداش رفع اعرف فيها خالص خالص خالص، انا عارف بس هي ايه وبتشتغل ازاي. عايزين بقى اشبطوا بقى في الباشمهندس عمر، هو بقى ايه يظبط لكم موضوع البيم ده ويشرحه لكم، لان هو من كبار اساتذه البيم في العالم كله. طيب يبقى الاول ايلمنت في توتال كواليتي مانجمنت ايه؟ اللي هو ايه؟ الليدر شيب. الليدر شيب لازم يجي من فوق لتحت. خلاص؟ الامبلوي انفولفمنت، لازم الامبلويز يبقوا ايه؟ متضامنين، الموظفين يكونوا موجودين. All employees assume responsibility for inspecting the quality of their work. كل الموظفين او العمال اللي موجودين في المكان لازم يبقوا مسؤولين وبيفتشوا دايما على quality of their works، على الشغل بتاعهم نفسه، وكل واحد مهتم جدا 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 بالايه؟ بالكواليتي بتاعته. طيب ال elements بتوع التقاعد المعاش هنكملها برضه، ال continuous improvement، ودي النقطة دي برضو يمكن أنا برضو لما قلنا في الأول إن المهندس المصري إيه ناقصه إيه الثلاث حاجات؟ نعيدها تاني. المهندس المصري بس الإنسان المصري ليه مش واخد حقه؟ ليه مش دوليا ما هوش زي بقية الناس؟ يعني مش عايز أقول زي الهنود. الهنود النهاردة ماسكين العالم في الأي تي، وليه؟ وده سؤال كنت بسأله دايما للأي تي العظام اللي أنا قابلتهم بره، ليه إحنا كمصريين ما ماسكناش الأي تي زي ما الهنود ماسكينه مثلا في أمريكا وفي كندا وفي العالم كله من أول آخر؟ فال continuous improvement. ال continuous improvement ده زي ما ده برضه هنعيدها برضه كده، اللي انا بحب اقولها دايما عشان اللي ما سمعهاش يسمعها. الانسان المصري عنده ثلاث حاجات ناقصاه. قلنا اللانجوج، احنا حكمنا العالم كله او كنا مسيطرين على العالم كعرب باللغه العربيه واتملت الارض عدل 700 سنه. كانت اللغه العربيه هي لغه العلم والتكنولوجيا والتقدم والحضاره والاشتراطات وكل حاجه. النهارده اللغة الأساسية الإنجلش. أنا مش متعصب للإنجلش، الإنجلش بالنسبة لي ده ثالث لغة بعد العربي والفرنسية. لكن النهارده العالم النهارده اللي اللغة الإنجليزية بتاعته ما هيش قوية
مش هيقدر ان هو يعمل لنفسه ايه continuous improvement. ممكن يبقى عالم كبير جدا جدا لكن مش قادر يقدم نفسه، او مش قادر نفسه باللغه العربيه. فاول حاجه ايه؟ الانجلش لانجوج بيبقى ايه؟ هاز تو ماستر ات. مش زي، لا احسن مني مليون مره. واحنا اولادنا والناس الشباب اللي بنشوفه بنقابلهم وبيبقى معانا وفي في الميتنجز اللي بنعملها دي احسن مننا مليون مره، وبتمنى لهم ان هم يكونوا احسن كده مليون مره. فاول نقطه الايه؟ الانجلش، عشان ده ما اكررها دي ما تزهقوش مني. بس الان هي دي النقطه اللي دعتنا يعني الناس الشباب اللي زينا ان هم ايه؟ نتكلم في هذا الكلام ونذكر بيه. الانجلش. تاني حاجه، اربع خمس سنين انت بتشتغل تكنيكال. المهندس بيشتغل مهندس، الصيدلي بيشتغل صيدلي، الطبيب بيشتغل طبيب، المحاسب بيشتغل محاسب، كل واحد في مجاله بيتخصص. وبعدين بقى اسمه ايه؟ اربع خمس سنين بقى اسمه مدير حاجه. او رئيس قسم مثلا او اي حاجه. فيعني ايه مدير؟ دي مش فرحه. هي فرحه طبعا عشان الراتب بيزيد او الشكل بيزيد، لكن دي مسؤوليه. لازم ابقى عارف يعني ايه اداره، ادرس يعني ايه اداره، واخد الموضوع بجديه. وده بقى اللي بقول عليه التريننج. انا داخل ابقى اشتغلت مهندس تنفيذ، انا بقرب حاجه للمهندس التنفيذ يعني دي ايه؟ في غالبيه اللي بيحضروا معانا او اللي بيلتقوا معانا مهندسين. وعلى فكره الاداره زي ما قلنا 100 مره دي ما اسمها مش هندسه. لا. فاللي بيحصل ان انا بقعد ثلاث اربع سنين مهندس تنفيذ، بفضل بقى في الموقع ورا النجار والحداد والسباك والكلام ده كله من الاخر. طيب بدا اسمي مدير تنفيذ، لازم افهم يعني ايه اداره. مش هفهم كل انواع الاداره، افهم اداره التنفيذ مثلا. كبرت شويه بقيت مدير تنفيذ، لازم اعرف يعني ايه مدير تنفيذ، مسؤولياته ايه، ازاي يعني ايه اداره، البرنسبل بتاعت الاداره. اترقيت بقيت مدير مشروع، لازم اعرف يعني ايه مدير مشروع، يعني ايه مدير، يعني ايه مشروع، يعني ايه. يبقى انا طول ما انا ماشي مش ترقيه ماليه او ترقيه مثلا في الدرجه او في التسميه او بقى منظره او ان انا المتحكم، لا اعرف اعرف وافهم طورت ازاي. خلاص. النقطه الثالثه اللي هي مهمه جدا بالنسبه لنا اللي احنا المفروض نوصل لها، ان لا يغتر الانسان لا بعلمه ولا بمنصبه ولا بماله ولا بمركزه ولا باي حاجه، ويظل يعمل كونتينوس امبروفمنت لنفسه. الكلمه دي اللي بنقول عليها دلوقتي، يظل يقرا ويطلع طالما هو في نفس ولسه عايش. لو عنده 100 سنه، اللي احنا شفنا ديمينج عمل ايه وهو عنده 80 سنه في امريكا، بامريكا كلها من اول اخرها. يا رب ما تكونوش زهقتوا مني، بس انا بتكلم من قلبي وبتمنى. وعلى فكره انا لما بقول اساتذتي انا مش بقول على اللي هم يعني اللي اتولدوا قبلي، لا، انا كتير جدا جدا ابنائنا واحفادنا بلجا لهم، انا عايز كذا اتعلم كذا، ولا يعيب اي حد. فثلاث نقط اللي هو اللانجوج، تعلم المانجمنت بعد ثلاث اربع سنين، الكونتينوس امبروفمنت، ان الانسان يظل طول ما ربنا عاطيه نفس ان هو يتعلم ويتعلم ويتعلم ويطور في نفسه. الكونسبت كونتينوس امبروفمنت، الكونسبت ذات ريكوجنايز ذات كواليتي امبروفمنت از ا جيرني وذ نو اند اند ذات ذير از ا نيد for continually looking for new approaches for improving quality. يعني انا يمكن التوتال كواليتي، يعني بنتكلم في الكواليتي والكواليتي اشورنس والكلام ده كله، ميرلي لغايه، بتكلم على مصر، على علينا يعني، على الكالتشر بتاعنا. يمكن كنا عارفين التوتال كواليتي هم مش كده اسم او الى اخره، مش في الابلكيشن. في التسعينات بدأ الناس تتكلم بقى عن التوتال كواليتي مانجمنت، بتتكلم بقى عن السكس سيجما، ما كانتش لسه يعني دخلت في كلامك، وبدأ يتكلم بعد كده اعتقد على اللين، اللي هو في واحد كده كان مشهور قوي في اللين بروجكت مانجمنت. فالمهم ان الكواليتي امبروفمنت از ا جيرني، دي رحله لا نهايه لها، وبنحتاجها كونتينوال. احنا كان زمان اللي واخد ايزو ده او اللي بيسمع عن الايزو، احنا اتكلمنا في الايزو وطبقناه وعملناه في التسعينات. النهارده الايزو مش مطلوب، ده مطلوب ونص وخمسه قبل اي حاجه.
انما بعد الايزو ما اقفش اجري ورا التوتال كوانتيتي اعملها، اجري ورا ال 6 سيجما وانا اعملها. ال 6 سيجما مش بقى كستاتستكس، لا بقى كسيستم. والليه 6 سيجما؟ عشان انا عايز اتطور وعايز اوصل للعالم كله. والحاجات دي كلها لما نيجي نبص دايما، يعني احنا من زمان عارفين ان يعني ايه، ان اليابان هي اكثر دوله طبقت الكواليتي سيستمز، وهي دوله تطورت تكنولوجيا وكل حاجه. انما الكورونا دي اظهرت لنا ان الصين، انا مش انا اللي انا متعصب للصيني ولا اعرف حد صيني ولا ليا فيها ولا ليا مصلحه، ان الصين هي اللي عالم اخر حتى اكتر من اليابان بكتير. بس ما كانتش عامله لا اذاعات ولا كلام ولا 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 كانت منتشره في العالم زي اليابانيين ما كانوا منتشرين. اليابانيين سبقوا، بس سبقوا من بدأوا من الحاجه و40، وبقول لحضراتكم سنه 80 جامينج ساب اليابان بقى وراح، وطلع بقى كل العلماء اليابانيين. واضح ان الصين بدات بقى في ايه؟ في الثمانينات، اعتقد الصين بدات في الثمانينات. وبس بقت حاجه ثانيه، حاجه ثانيه خالص خالص. النهارده يعني الصين تتكلم في كل حاجه، كل حاجه كل حاجه كل حاجه، حاجه انبليفبل يعني. جي 5 بقى والانترنت اوف ثينكس وحاجات وسبلاي تشين سستينابيلتي، كلام يعني ايه، كلام يعني ايه، مش عايز اقول فوق مستوى خيالنا يعني. المهم الكاستمر فوكس فالال ام اس توتال كواليتي مانجمنت، ايه بقى؟ نرجع بقى موضوعنا كونتينوس امبروفمنت. الكاستمر فوكس اور اون فيتنس فور يوز، اللي هي ايه؟ ان انا الفيتنس اوف يوز، ان انا هي الفيتنس طبعا، هي الفيتنس اوف يوز ما هياش فيتنس اللي هي اللياقه البدنيه، لا يعني ان هي لياقتي في الاستخدام. يعني بتتلخص في ايه كاستمر فوكس؟ الديزاين كواليتي سبيسيفيك كاركترستكس اوف ا برودكت ذات ديترمين اتس فاليو ان ذا ماركت بليس. الكونفورمنس كواليتي، ذا ديزاين كواليتي والكونفورمنس كواليتي، the degree to which a product meets its design specifications. يعني الديزاين الاول وكويس وكل حاجه بتاع، طب انا بقى لما عملت البرودكت بقى كله ديزاين لازم يبقى كونفورمنج مع الايه؟ مع الكواليتي. طيب النقطه اللي بعد كده، implementing total quality management ازاي؟ successful implementation of total quality management requires total integration of total quality management into the day-to-day operation. The day-to-day operation في حاجه اسمها كواليتي سيركل، في حاجات كتير جدا 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 دي للي عايز يدرس، وفي حاجات مبسطه جدا جدا جدا. يعني الله يرحمه استاذنا الدكتور عبد الفتاح محمود، ده كان من الاساتذه الكبار، ويعني مات في عن شبابه، استاذ من الاساتذه الكبار جدا اللي بسط كواليتي مانجمنت وعرضوها دخلوها في الكونستراكشن اندستري. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. فنيجي هنا الكوزز اوف توتال كواليتي مانجمنت امبلمنتيشن بتسقط مؤسسه في الدنيا. يعني انت لو روح عملت الايزو وجهزته وظبطته وكان من الاخر، وجيت عندك بقى المانج تشينج اترفض تماما، التوب مانجمنت مش مقتنع، حصل هذا الكلام، هتلاقي الايزو وقع منك بقى، كانك ولا عملت حاجه. بتيجي قبل ما يجي يعملوا الاكسترنال اولي ثينج، توظف في اوراق وتوظف في حاجات وتظبط الشكل وتعمل حفله وتجيب الناس اللي عملها اولي ثينج، تعمل لهم بتاع احتفال وتسقف لهم الشيك بتاعهم ويمشوا، يبقى انت جددت الشهاده وانت اصلا ما انتش عامل امبلمنتيشن، والايزو وقع عندك ما فادكش في حاجه، يبقى جزء بالصرفه دي خساره. طيب لاك التوتال كواليتي مانجمنت بقى بفيلر بيقع ازاي؟ لاك فوكس اون ستراتيجيك بلاننج اند كور كومبيتنسز. اي مكان لازم يبقى له ستراتيجيك بلاننج. اللي ما عندوش ستراتيجيك بلاننج ده انسى ان هو، لان انا الكونتينوس امبروفمنت بيبقى within ستراتيجيك بلان. انا رايح فين؟ التهدف بتاعي فين؟ مش عايز اتكلم على برضه لحسن يفهم انه سياسه. يعني شويه شراذم من العالم كله اتلموا وعملوا دوله من اقوى دول العالم دلوقتي. شراذم من الناس كان عندهم استراتيجيك بلان بيعملوا في خطه دلوقتي بقى لها اكثر من 130 سنه وبينفذوها بحذافيرها. Lack of focus on strategic planning and core competences. والcore competences بتاعت التوتال كواليتي مانجمنت بتبقى موجوده. الكمبيوتر اللي هي المقدرات اللي اتكلمنا عليها في اللقاء الثاني، كنا بنتكلم على الكمبيوتر بتاعت البروجكت مانجمنت. طيب اوبسوليت outdated organizational culture. انا النهارده اقول انا عايز اعمل توتال كواليتي مانجمنت، وانا
حتى مش مقتنع بايزو. يعني لازم التوب مانجمنت يبقى يعرف ان في تغييرات في الكالتشر، ولازم الاورجنايزيشن بتاعتي تتغير، ولازم يعني احنا كان زمان للاسف موجود لغايه دلوقتي شركه مقاولات تجيب مدير مشروع، مدير المشروع ده يعمل كل حاجه كل حاجه كل حاجه، رسومات يعمل رسومات برنامج زمان رسومات داعيه، يسلم الاستشاري، يتخانق مع المقاولين، يجيب الموردين، ولا ما هو مهندس، لا ما هو المدير، لا بيختلف. ده انا بتكلم على ابسط حاجه، انما لما ندخل بقى في الـ في الـ في الـ في الـ في التوتال كواليتي مانجمنت امبلمنتيشن الموضوع بتختلف، والتركيب نفسها بتختلف. يعني في حاجه مثلا زي الكواليتي سيركلز بيبقى كل ليفل واخد من اللي فوقيه. يعني لو انا الكواليتي سيركل فيها مثلا ست سبع افراد في ستاديز معينه او بيعملين تيم مثلا لحاجه معينه، لازم واحد من الليفل اللي فوقيه على طول مع الباقي من الليفل اللي تحت، بحيث ان كل الليفلز تبقى ايه؟ انكوربوريتد مع بعضها في عمليه التطوير وعمليه كونتينوس انفور بتاعت التوب مانجمنت مانجمنت امبلمنتيشن. طيب الامبلمنتيشن توب كواليتي مانجمنت في التوب كواليتي مانجمنت تو بي سكسسفول الاورجنايزيشن ماست كونسنتريت اون ذا فولوينج كي اليمنتس. دول بقى كي اليمنت بتاعت التوب كواليتي مانجمنت. بقول لكم يا حضرات انا لست متخصصا، لكن هذا الكلام ده كلام عام جدا، وكل نقطه من دول لها ستادز، واللي عايز يتخصص فيه ده كلام جميل. وبس انت يعني ايه تبقى يعني ايه، يعني كل واحد برضه له ايه يعني اتجاه معين. في ناس عايز تفضل ديزاينر، في ناس عايز تبقى في التكنيكال اوفيس، في ناس كده. انما الكواليتي خش تتقاعد في ايه، في عندنا الانتجريتي. والانتجريتي دي بتعني النزاهه. انا برضو يعني انا مش متعصب لحد ولا بشك لحد بحاجه. اساس الانسان الصدق والامانه. يعني ربنا خلقنا كلنا صادقين وامنا. لما تبص للطفل الصغير هتلاقيه صادق وامين، عمره ما هيبقى شبعان ويقول لك انا جعان، عمره ما هيبقى فرحان ويقول لك انا زعلان. فده صدق وامانه. هتلاقي طفل صغير عنده سنه او سنتين، لو هي حاجة جده موجودة هنا وحاجة أبوه هنا، دي حاجة جده. أنا بكلمكم عن 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 أبلكيشن. لا دي مش حاجة جده، دي حاجة سته، لا دي حاجة فلان، هذا الموبايل بتاع فلان. لا يقبل إن حد ياخد حاجة من حد. الصدق والأمان. دي ربنا خلقنا كده. للأسف الأبلكيشن بتاعنا وبتاع حياتنا، عشان الكلام ده اللي سحبني له والله لا كان على في دماغي ولا في فكري، اللي هو الايه؟ الانتجريتي دي اللي هي ايه؟ النزاهه. بعدين النزاهه. ايثكس اخلاقيات. عشان كانت دلوقتي بيتكلموا على التوتال كواليتي مانجمنت، دي لسه الليفل قبل ال 6 سيجما، وهيبقى عندنا برضو هنا شويه يعني ايه؟ يعني اختلافات كده او اختلافات، ناس بتدعي اختلافات انا هعرضها عليكم برضو. انا مش مقتنع بيها، لكن لازم الامانه تقتضي ان انا اقول لكم عليها. التراست يبقى في ثقه بالناس وبعضها، يكون في تريننج، يبقى في تدريب. تيم ورك، لازم في تيم ورك، اتكلمنا عليها من قبل كده، وقلنا يعني ايه، واتكلمنا على التريننج وعلى التيم ورك وعلى الكوميونيكيشن. يعني كل كلام احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده في اللقاءات اللي فاتت اهي موجوده اهي في الانفستيتور مانجر. لما في ايثكس، تراست، تريننج، تيم ورك، كوميونيكيشن. وقلنا البروجكت مانجر الكوميونيكيشن اللي عنده بتتماشى 70% من وقته. وبعدين الريكوجنيشن اللي هي ايه؟ الاعتراف بالجميل. ريكوجنيشن، انا عندي واحد عامل او واحد مهندس تميز، وانا كمدير المشروع شايفه احسن مني، هقول له انت احسن مني في الحته الفلانيه، واقر بفضله واقر بمجهوده.
مش أقرص عليه ولا لا، لازم يعني أعطي كل ذي حق حقه، زي ما أنا الوحش بقول له أنت وحش، لازم الكويس أقول له أنت كويس، وأنا يعني لازم هذا الكلام، وده لا يقلل من قيمتك كمدير مشروع ولا كرئيس مجلس إدارة ولا كوزير ولا كأي حد. الليدرشيب، الليدرشيب هي القيادة، احنا اتكلمنا عن القيادة قبل كده، اتكلمنا الكلام ده كله احنا تقريبا اتكلمنا عليه تقريبا دي بتاعت كواليتي مانجمنت، وانا والله ما كانش قصدي كواليتي مانجمنت، انا قصدي ايه المانجمنت عموما، البروجكت مانجمنت. طيب الامبلمنتيشن بقى بتاع التوتال كواليتي مانجمنت كهيكل هنا، ده ايه ده دي واحد الحقيقه يعني فكره جميله جدا، وانا حبيت برضو اعرضها عليكم، لان برضو زي ما قلنا اتكلمنا على الثلاث شهادات، بنتكلم هنا على ثلاث ايه ثلاث ليفلز بتاعت الكواليتي، اللي هي ما بين الايزو وما بين توتال كواليتي مانجمنت، هنتكلم بعد كده على الاس 60. وبكلمين بريفلي the key element of total quality management can be divided into four groups according to their functions. أربعة groups يكونوا إيه؟ ال 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 key elements بتاعت total quality، key elements أربعة. ال foundation بتاعتها أهي. foundation أهي. اللي هم إيه ال foundation بتاعتها؟ عشان نعرف إن الخلق integrity والإثكس والتراست دول أساس أي حاجة. أساس التوتال كواليتي مانجمنت. لازم يبقى فيه انتجريتي، أمانة، وإيثكس أخلاق، وتراست ثقة. ده الأساس. لو الأساس ده مش موجود مش عايز أكمل. البيلدينج بريكس، الطوب بقى اللي بنبني بيه الإمبلمنتيشن بتاع التوتال كواليتي مانجمنت. يعني على فكرة ده برضه ده مش أنا اللي عامله. يعني واخده برضه من سموير وعجبني وحبيت اعرضه برضه عشان نعرف ان المواضيع ما يتعلق بالبروجكت مانجمنت وبالكواليتي مانجمنت من اسهل واجمل وابسط ما يكون. البيلدنج بريكس عباره عن ايه؟ ليدرشيب، تيم ورك، وتريننج. يعني ادي اساسات اهي، انتجريتي واثكس. خلاص؟ البريكس بقى دول طوب بتاع البناء بقى، عناصر البناء بتاعي، الليدرشيب والتيم ورك والتريننج. هنتكلم على ثلاث حاجات دول في لقاءاتنا اللي قبل كده، وهنتكلم على الانتجريتي والاسس. طيب السقف بتاعها هنا بقى ايه؟ الكلام ده كله اللي هو ايه؟ الريكوجنيشن، اللي هو ايه؟ الاعتراف بحق الناس والموتيفيشن بتاعهم. ده الروز بتاعها. طيب البانج مورتر بقى ايه؟ ايه؟ يعني انا ما بعمل بيت او بعمل حاجه عندي مورتر. لما يعني ببني طوب، طوب اللي ببنيه هنا ده زي ما بقول، في الحاجات اللي بتربط الطوب في بعضه عشان تقويه، اللي هي ايه بقى البايندنج؟ هي الايه؟ الكوميونيكيشن. ماشي الحال؟ فالاتصالات هي ايه؟ المونه بتاعت البناء بتاعت الكلام ده كله. فده الامبلمنتيشن بتاع الايه؟ التوتال كواليتي مانجمنت. طيب التولز بقى بتاعت التوتال كواليتي مانجمنت كلها حاجات ابسط من البساطه. التشيك شيتس او التشيك ليست اللي هي الايه؟ مستندات الفحص، يعني عملت ايه ثم ايه ثم ايه ثم التشيك ليست اللي احنا بنعملها، ومن ابسط ما يكون، ودي بتوحد لك الشغل وما بتربطش الشغل باي انسان. اي مهندس نادي اللي يستلم مباني مثلا معاه شيت الاول ايه؟ الاول الطوبه مثلا شكلها ايه؟ تشيكنج على الطوبه كذا، وهو بيبني هل اتبلت ولا ما اتبلتش؟ المونه اتعملت بكذا وكذا وكذا، 1 2 3 4 5 6 عشان ايه؟ تشيك ليست لاي حاجه. ودي كل ما اتعملت اكتر مع الميزو ستيتمنت مع السيستم نفسه بتلاقي الدنيا ايه؟ مظبوطه. الهيستوجرامز، الهيستوجرامز اللي هي ايه؟ عارفين الهيستوجرامز؟ انا بقول لك انا عندي ايه؟ انتاج شهري كذا كذا كذا، فالشهر يناير في هيستوجرام كده، شهر فبراير بقت كده. دي حاجات بتبقى ايه في الاستاتستكس، الهيستوجرامز اللي هي قيمه الفيرتيكال دايجرام اللي هو بيبين لك الفاليو بتاعت الانتاج بتاعك مثلا او اي ستاتستكس يوميا او اسبوعيا او شهريا او سنويا. السكاتر دايجرامز دي اللي هي مخططات مبعثره، يعني لما تيجي تبص تلاقي انت عندك داتا وتلاقيها مثلا ده الاكس وده الواي بتاعها
بحترف كل حته شويه كده يعني، مش حاجه معاهم مع بعض. في بقى الكنترول تشارتس اللي هي ايه؟ الكنترول تشارتس اللي هي مخططات التحكم. في الران تشارتس اللي هي مخططات التشغيليه. في الايشيكاوا دايجرام اللي هو الفيشبون. في ايه؟ الباريتو دايجرام اللي هو بيقول ايه؟ البرنسبل بتاع 80-20. دي ال 7 توتال كواليتي مانجمنت تولز. هنا نتكلم بقى على الايه؟ التطور بتاع أو اللي جاء على ال 6 على الـ على الـ على الـ على التوتال كواليتي مانجمنت اللي هو ال 6 سيجما. 6 سيجما عباره عن ايه؟ Business improvement approach that seeks to find and eliminate causes of defects and error in process by focusing on outputs that are critical to customers. ده نوع من تحسين البيزنس ابروتش. بيزنس ابروتش يعني بيزنس ابروتش ذات سيكس تو، تهدف لايه؟ انه فاين يجد ويلغي اسباب الديفكتس، اسباب الاخطاء والايرورز يعني ديفكتس العيوب والاخطاء في اي بروسس. يعني اي بروسس احنا بنشتغل بيه هنلاقي فيه ايه؟ يعني بالسكس سيجما بنستخدمها ان احنا ايه؟ نلاقي ونلغي اسباب الديفكتس والايرورز في اي بروسس. باي فوكسنج اون اوتبوتس، بركز على المخرجات ذات كريتيكال تو كاستمرز، المخرجات اللي هي الايه؟ كريتيكال الحرجه بالنسبه للكاستمرز. The term six sigma is based on a statistical measure. عشان كده اللي اخترع الكلام ده كله كان ايه؟ statistical statistician اللي هو زي ايه؟ زي اللي قلنا عليه اللي هو استاذ ديمينج اللي هو ايه؟ شوهرت، هو استاذ الكواليتي الجداد. اكثر ناس هتعرفوا اللي هم الناس ايه؟ خريجي ايه؟ هندسه انتاج. طيب يعني ايه term six sigma؟ measure that equates 3.5 or fewer errors or defects per million opportunities. يعني انت عملت مليون عمليه او مليون فرصه جم قدامك، اذا اخطات بماكسيموم 3.4 يبقى انت جاي وبين ال 6 سيجما. وفرق كبير جدا ما بين ال 6 سيجما وال 5 سيجما وال 4 سيجما، فرق كبير. واللي بين السيجما والسيجما يعني مش حاجه بتضرب في 6 و5، لا دي لان ده بيل شيب كيرف وبقى يعني بيطول وبيصغر يعني له طبقا لايه؟ ده بتوع الستاتستكس بقى يعرفوا هذا الكلام. انما هو 6 سيجما تعرفها ان هو كان ريتش ا ماكسيموم اوف 3.4 ايرور بير مليون اوبورتيونتيز. عملت مليون عمليه ماليش الحق في اكثر من 3.4. موتورولا بايونيرد ذا كونسبت اوف 6 سيجما. اول شركه بدات فيها هي موتورولا. ذا ليت بيل سميث الريلابيلتي انجينير از كريديتد وذ كونسيفينج ذا ايديا اوف 6 سيجما. هو الاخ بيل سميث ده اللي هو ايه؟ بينسب اليه فكره انه عمل الموضوع بتاع 6 سيجما. في جنرال الكتريك سبيفل سي او جاك ويلش extensively promoted it في جنرال الكتريك يعني. واحد كان اسمه جاك ويلش سي او بتاعها، هو اللي ايه برضه الكلام ده برضه مش عندي، احنا برضه بنجيبه ونعرضه على حضراتكم تبقى يعني ايه نوع من المعلومات العامه. انما السكس سيجما موضوع جميل وموضوع عميق وموضوع يعني يستلزم تخصص يعني. وده اللي فيه بقى الايه الجرين بيلت والبلاك بيلت والبلاك بيلت درجات يعني معينه، ولها كتبها ولها خصائصها ومراجعها ومراجع يعني فخمه يعني وكورسات فخمه يعني مش اي حاجه. الكور فيلوسفي بيزد اون كي كونسبتس ان ايه؟ الفلسفه الاساسيه على اساس ايه؟ الكي كونسبتس المهمه الاساسيه بتاعتها. كور فيلوسفي ثينك ان ترمز اوف كي بزنس بروسيسز اند كاستمر ريكويرمنتس وذ فوكس اون ستراتيجيك اوبجكتيفز. فكر في العمليات التجاريه او البروسيسز البيزنس بروسيسز والكاستمر ريكويرز وشروط العميل بالتركيز على الايه؟ استراتيجيك اوبجكتيفز، بالتركيز على ايه؟ على الاهداف الاستراتيجيه. فوكس اون كوربريت سبونسرز ريسبونسبل فور شامبين بروجكتس.
ركز على الايه الكاربر سبونسرز اللي هو الايه ال 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 السبونسر اللي هو الراعي. يعني الشركات الراعيه ركز عليها اللي هي مسؤوله عن ايه الشامبين بروجكتس على انها ايه دعم المشاريع يعني بركز عليها ان هي ايه تحقق نجاح في دروس 6 emphasize quantifiable measures such as defects per million opportunities defects per million opportunities ده اللي هو ايه ده الكوانتيفيكيشن بتاع ال 6 سيجما اللي هي لا يزيد عدد الاخطاء في المليون عن 3.4. طيب الكور فيلوسوفي بيزد اون كي كونسبتس انشور appropriate metrics in identifying to maintain accountability بتضمن تحديد المقاييس المناسبه للحفاظ على ايه على المساءله. يعني ايه لازم ابقى عندي المقاييس متحدده مناسبه لايه لموضوع المساءله او الحساب يعني عليها. provide extensive training لازم يعني اقدم تدريب مركز extensive تدريب مكثف لازم. لو انت بتشرب السكس سيجما يعني محتاج غالبيه الناس او الناس كلها تقريبا فاهم يعني ايه سيجما وشغال يعني ايه سكس سيجما. وعلى فكره انا اشتغلت مع يابانيين الحقيقه يعني يعني عارف زي ما قلنا الايه الاساس بتاع التوتال كواليتي مانجمنت والسكس سيجما والكلام ده كله على الخلق والايثكس والكلام ده من اول اخره. فعلا هم كده يعني عمره بالياباني وانت بتشتغل معاهم هيندلك باسمك يقول لك اسمك فؤاد صن حسين صن يعني ايه زي هنا مثلا حسين باشا حسين بيه والكلام ده كله يقول لك بمنتهى الاحترام وينحني لك والى اخره. طبعا تتوقع منك ايه رد فعل محترم برضه. فدي حاجه يعني احنا مش عايز اقول كنا كده وما زلنا كده يعني ما زال فينا برضه ايه بنحترم كبيرنا ونوقر صغيرنا الا من لم يرحم ربي. Create highly qualified process improvement experts بيخلق highly qualified process improvement experts خبراء في تطوير ال processes اللي هو ايه البيلتس زي ما قلنا يعني الجرين بيلت وبعدين البلاك بيلت وبعدين المصري بيلت يعني ثلاثه ليفلز من البيلتس هي بتتعالج فيها حاجات كتير قوي والمتخصصين فيها بيبقوا عباقره وناس يعني ايه لو قعدت معاهم بتتبسط قوي. Set stretch objectives for improvement بتحط اهداف ممتده stretching ممتده للتحسين المستمر. زي ما بنقول يا اخوانا يعني دي لا تتوقف عن التحسين المستمر لنفسك مهما بلغت ملل. لو معاك 10 دكتورات خليهم 11 12 13 مش لازم يبقى دكتوراه. ادرس وكمل. النهارده مش عايز اقول احنا زمان او احنا صغيرين قلت الكلمه دي كتير يعني واحنا في شبابنا كانوا يعني يقولوا لو عدى عليك شهر ما قريتش في تخصصك يبقى انت خرجت بره المنافسه. النهارده اللي يقعد اسبوع ما قراش في تخصصه يطور نفسه ويخرج خالص بره من اي منافسه. طيب احنا عموما قربنا نخلص الجزء بتاع السكس سيجما وهيبقى هنشوف يعني احنا عندنا كام عندنا تمانية واربعين يعني فاضل مثلا ستة سلايد ونخلص سكس سيجما. هيتفضل بعد كده حوالي 20 سلايد على الايزو هنشوف خلينا مع بعض. رجائي لو عايزين احنا واحنا عدى علينا وقت قد ايه دلوقتي؟ احنا الساعة 9 بقى لنا ملي ساعتين. طيب نكمل السكس سيجما يعني هل تحبوا معلش هل احنا سامعيني كلكم تحبوا ناخد 5 دقايق؟ لو عمر باشا وصل او اي حد يرد عليا يعمل دور في انا مش عارف
يعني هل انتوا معانا ويعني مفيش يعني نستحمل كمان مثلا ربع ساعة ولا حاجة؟ هل في يعني البارتيسيبانت دلوقتي معانا، هل نستكمل ولا في حد عنده اي اعتراض او يحب نقعد مثلا 5 دقائق او 10 دقائق او حاجة؟ ما فيش اي اشارة يعني؟ استكمل يا دكتور. يعني ده يعني الاغلب هنا في الشات بيقول نستقبل، نستكمل. والله انتوا ابطال، انتوا ابطال يعني انا يعني طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن ده، عن الكور فيلوسفي بيز اون كي كونسبتس. عندنا كونتراست بين تراديشنال توتال كواليتي مانجمنت اند سيكس سيجما. هنا بقى ده موضوع بيزعلني جدا جدا، يعني برضه زي ايه؟ زي تراديشنال مانجمنت. التراديشنال مانجمنت قام عليه حضارات من ايام قدماء المصريين وسور الصين العظيم والتاريخ كله بالتراديشنال مانجمنت، اللي فيه حاجات كتير جدا احنا لا نعلمها اتعملت ازاي. النهارده للاسف في اتجاه مسمين التراديشنال مانجمنت القائم على الفور فانكشنز بلاننج اورجانيزنج ليدنج كنترول، وبيسموه ووتر فلو، ووتر فول. انا شخصيا معترض على هذا الترم وسامع قريب، يعني انا بشتغل في البروجكت مانجمنت وفي الكلام ده كله، يعني اول مره سجلت كدكتوراه سنه زمان، يعني زمان قوي، يعني داخلين في 35 36 سنه، ما كانش في حاجه اسمها ووتر فول. الووتر فول دي يعني نوع من عدم الذكاء العام. يعني اسميه ووتر فول، يعني ايه الووتر فول ده؟ يعني معناه ان ايه؟ سقوط المياه. يعني بيشبه تراديشنال بروجكت مانجمنت او مانجمنت ان هو زي سقوط المياه. انا عمال بفكر ايه الترجمه؟ يعني لو حد عنده ترجمه لسقوط المياه دي، ان هي يعني طبيعيه ماشيه طبيعيه لوحدها ولا ايه بالظبط؟ كل ده عشان ايه؟ يتكلم في الحاجات الجميله جدا اللي انا مقتنع بيها جدا، زي اللين بروجكت مانجمنت او زي الاجايل او زي يعني السكرام وزي الكلام ده من الاول لاخر. لا، اسمه تراديشنال بروجكت مانجمنت. هنا في السيكس سيجما برضه، وانا حبيت برضه اوريها لكم، يقول لك كونتراست بين تراديشنال توتال كواليتي مانجمنت اند سيكس سيجما. هو العنوان ده انا واخده از ات از، بس هو ما فيش كونتراست. المشكله فين؟ واعتقد ان انا كنت مره في معهد بتاع او كليه كواليتي، كنت متناقش معاهم، كانت ناس متخصصه في السيكس سيجما وبتدرسها وبتشتغل فيها، وكل اللي حصل ناقش بينا وبين بعض. ف قلت لهم يا اخوانا، انت مش معنى ان انت بتدرس توتال كواليتي مانجمنت سيكس سيجما ان الحاجات القديمه الاربعه خمسه فيز اللي قبل الايسو دي وقفت او اتلغت. لا، ده اللي انت بتعمله دلوقتي ده استكمال للي فات. لو انت ما عندكش اللي فات زي ما اتكلمنا في اول اللقاء بتاعنا ده، مش ممكن هتقدر لا تعمل توتال كواليتي مانجمنت ولا سيكس سيجما ولا مين سيكس سيجما ولا تقدر تعمل حاجه. فكل ده بناء عندك. لو انت ما عندكش بناء وبسيستم مظبوط، عمرك ما هتقدر تطور حاجه. هنا بقى بقول لكم الكلام ده بس ايه؟ ارضاء للضمير، ان هنلاقي الكلام ده موجود في بعض الكتب وبعض الاماكن، ان في كونتراست بين تراديشنال توتال كواليتي مانجمنت اند سيكس سيجما. هو انا رايي انها كومباريزون مش كونتراست، بس الكونتراست دي تعني ان في خلافات. لا، هي مش خلافات. توتال كواليتي مانجمنت از بيزد لارجلي اون وركر امباورمنت اند تيمز. التوتال كواليتي مانجمنت قايمه على ايه؟ بتقوي العمال والفرق العمل. انما السيكس سيجما ايه؟ از اوند باي بزنس ليدر شامبيونز. ان السيكس سيجما ملك للشامبيونز اللي هم اللي معاهم ايه؟ الجرين بيلت والبلاك بيلت والماستر بلاك بيلتس. طيب يعني ايه العلاقه؟ يعني دلوقتي يعني انت لازم الوركرز يعني تعتقد مانجمنت بيز على الناس كلها وده اوند باي بزنس ليدر. يبقى انا مش انا يعني دي حقيقه ان انا لازم يبقى في عندي متخصصين ومعاهم البلاك بيلت والماستر بلاك بيلت او الجرين بيلت عشان اقدر اقود البيزنس. انما هذا لا يعني
ان في كونتراديكشن ما بين التبين تو كواليتي مانجمنت. ماشي؟ يعني ارجو ان يكون فكرتي وصلت، ان انا مش عشان في حاجه جديده طلعت وانا تحمست لها او انا كتبت لها او انا عملتها ان دي بتلغي القديم، لا. لا. يعني مش معنى ان انا اخذت ثانويه عامه ان الاعدادات دي مالهاش معنى. مش معنى ان اخذت بكالوريوس ان الثانويه عامه مالهاش معنى، لا. كل ده اتس شين، اتس تشين يعني عشان اوصل للليفل اللي هو العلم اللي انا عايز اوصله او الليفل اللي انا عايز اوصله. توتال كواليتي مانجمنت از بروسيس بيست. طب على دي قايم على بروسيسز. انما 6 سيجما بروجكتس ار ترولي كروس فانكشنال. كروس فانكشنال يعني ايه؟ يعني متعدد الوظائف. طبعا. والتوتال كواليتي مانجمنت ما هوش برضه مش وظيفه واحده. ده بروسيسز وفيها حاجات كتيره جدا برضه، لكن هم الناس اصلا الكلام ده هتلاقيه في كتب وهتلاقيه في مراجع. انا بس انا بلفت نظركم ان احنا يعني ايه ناخد بالنا من الكلام. هو يعني التوصيف مش غلط، يعني ايه بيزد اون وركرز امباورمنت بتقوي التيم وده اون باي بزنس ليدرز، ايوه. بس التارجت بتاعهم هما الاثنين ايه؟ ان انا اعمل كونتينوس امبروفمنت للايه؟ للاورجانيزيشن اللي انا فيه او لاي مكان انا فيه. التوتال كواليتي مانجمنت بروسيس بيزد 6 سيجما بروجكتس ار تو ريلي كروس فانكشنال. خلاص؟ طيب نخش بقى كده في ايه؟ برضه نتكلم كونتراست بين تراديشنال توتال كواليتي مانجمنت اند 6 سيجما. برضه زي قصه الووتر فول وال 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 والاجايل يقول لك دي فيها ايتريشن ودي فيها يا اخوانا ده 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 كمان ده ودي. انا اصلا لما كنت بشتغل لما بشتغل حتى لغايه دلوقتي تراديشنال بروجكت مانجمنت انا بعمل كل اللي بيتقال في الاجايل واعمله من غير ما اكون دارس حتى ولا عارف يعني ايه اجايل او برنسبلز نفسها. اللي عايز ينجح مشروع لازم بيبقى كده. يعني انت ما بتجيش تعمل مثلا مشروع وتقعد تزود بس اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع اربع اسابيع خمس اسابيع ما انتش عامل اجتماعات ما انتش عامل كوميونيكيشن صح ما انتش عامل كل حاجه صح. بعدين تقول ان دي عيب البروجكت مانجمنت او تراديشنال بروجكت مانجمنت، لا ده عيبك انت ان انت ما طبقتش البروجكت مانجمنت صح. خلاص؟ وده برضه مع منتهى تقديري واهميه الاجايل. مهم جدا 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 وبيحل مشاكل كثيره جدا وخصوصا في المشروعات اللي هي لها ابعاد معينه زي الاي تي بروجكتس زي الهاي تكنيكس بروجكتس زي الهاي يعني البروجكتس اللي هي في اهميه كبيره ومثلا والكاستمر يعني مش قادر يحس بيها او مش قادر يتخيلها. تمام؟ طيب توتال كواليتي مانجمنت تريننج از جنرالي ليميتد تو سمبل امبروفمنتس تولز اند كونسبتس. هو يعني بتبقى سمبل امبروفمنت تولز وكونسبتس ده عيب؟ مش عيب، بالعكس ده حاجه جميل ان الموضوع قريب وسهل وجميل. انما 6 سيجما از مور ريجورس من ادفانسد ستاتستيكال ميثودز. 6 سيجما مع ادفانسد ستاتستيكال ميثودز. بس انا اؤكد لكم حاجه ان كل الستاتستيكال ميثودز دي ما فيهاش تعقيدات. ما فيهاش تعقيدات بالمره. ولا فيها يعني 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 مشاكل رياضيه كتير ولا 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 الى اخره. بس بيبقى واحد دارس متخصص وهو الى اخره زي حاجه ثانيه. يعني انا ما بهجمش السيستم، بالعكس انا محب جدا لاي تقدم. ولو لو لو ربنا احيانا عمر مثلا خلال سنه سنتين طلع يعني انا بدات اسمع مثلا عن السكرام والاجايل والكلام ده كله في مثلا في 2008 2007 بهذا الشكل يعني. فما ارفضش اي حاجه تطلع جديده والا انا بناقد نفسي. انما اي حاجه تطلع جديده لازم اقراها واعرفها واعرف ابعادها ايه وتطور فيا ايه وكل واحد فينا. مش بتكلم على نفسي انا بالاسم يعني، لا بتكلم على الجنرالي. الانسان ما يقفش ويهاجم اي حاجه جديده مجرد انها جديده، بالعكس لازم ابص واعرف. توتال كواليتي مانجمنت هاز ليتل انفازيس اون فاينانشال اكونتابيلتي. هذا الكلام مش صحيح قوي. هو الشكل كده انه مش صحيح. توتال كواليتي مانجمنت ليتل انفازيس اون فاينانشال اكونتابيلتي ما هوش يعني ايه مش يعني هو
يعني مش يعني هو يعني مش ما بيهتمش بالفاينانشال اكاونتابيلتي. دي موجوده من ضمن السيستم، موجوده. ما فيش سيستم في الدنيا، لان يعني النجاح احنا قلنا في ثلاث حاجات، في الكواليتي والكوست والايه والتايم. فلازم الكوست ده موجود في اي سيستم، في توتال كواليتي مانجمنت، في سيكس سيجما، في اي سيستم يطلع لازم يكون الثلاث حاجات دول الاساسيين دول هم الملتزم بيهم. تفرق بقى ان انا بشتغل خلينا نقول بروجكت مانجمنت اللي هو التراديشنال او 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 اجايل او اي نوع من الانواع، هو لازم احقق الاهداف. يعني هو انا احقق الاهداف، ان انا بقى طالع بحاجه معينه وفكر ان هي دي ان اللي قبله كله كان غلطان او لا، انا دي ده بناء ومتماسك ومن تحت لفوق، ولازم اتمسك بكل انواع العلوم السابقه. يعني اللي هو هنا Six Sigma requires variable to return on investment and focus on bottom line. Requires variable return on investment طبعا و focus on bottom line. فيعني ايه؟ طيب هنا الكواليتي performance levels for various processes. يعني دي كده ايه صفحه كده لقيتها نموذج سريع لايه؟ يعني ايه سيجما ويعني ايه سيكس سيجما والكلام ده كله بيشتغل ازاي. يعني هي اعلى حاجه باينه في الصفحه دي اللي الايرلاين اندستري فاتاليتي ريت. يعني الفاتاليتي ريت في الايرلاين اندستري في صناعه الطيران، يعني اللي هي في الطائرات، يعني الفاتاليتي ريت 6.2 سيجما، يعني ما هياش 3.4 بير مليون. يعني اعتبر 3.4 بير مليون ديفكت او 3.4 فاتاليتي بير مليون اعتبروها كتير جدا، فزودوها 6.2 سيجما. في حاجات بتصدقنا هي اكتر من كده بنقرا عنها ساعات، ساعات يقول لك صواريخ الفضاء، ساعات حاجات معينه بتعدي 6 سيجما، لكن يعني ايه اللي بيوصل ل 6 سيجما ده يبقى يعني ايه؟ يعني واتش اوف باي 2 سكندز ان 31 ييرز. يعني ان انا اتعطل دقيقتين ثانيتين في 31 سنه، هي دي 6 سيجما. عشان يبين لك ايه يعني ان المستوى ازاي، فايه لاين داستر دي في 6.2. بعد كده بقى يو اس نيفي ايركرافت اكسيدنتس 5.7 سيجما، بيست ان كلاس كومبانيز 5.6 سيجما، ايرلاين باجج هاندلنج 3.2. نط النط كام ده؟ هتلاقي بقى مش ما ده، خلي بالنا هي السيجما ما تساويش 3.4، خلي بالنا او لا، دي ميجر موجود، وموجود فاليوز يعني السيجما نفسها موجوده. هتلاقي فرق كبير جدا 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 ما بين 6.2 و 6. يعني 6 سيجما دي 3.4 ديفكت بير مليون، دي هتلاقيها مثلا 1، مش مثلا 2.2 يبقى دي مثلا فرق صغير ما بين اثنين، لا هتلاقيها 1 بير مليون، 1.0 مثلا ديفكت بير مليون. خلاص 5.7 ما بين دي ودي فرق شاسع، فرق شاسع. خلاص ما بين دي ودي فرق بين السماء والارض. خلاص فدي يعني ايه، ده موضوع يعني ايه اعمق شويه من قعدتنا مع بعض، بس انا بقول لكم عليه عشان بس ايه نعرف ان الموضوع ما هوش يعني تبقى فاهمين ايه السيجما دي متعلقه بالشيب، متعلقه بالستاتستكس، وموضوع يعني مش صعب، موضوع بسيط جدا وسهل. بس عايز ايه اللي يرغب ان هو يفتح كتب بتاع ستاتستيك او يغرب يخش في المانجمنت، موجوده كتب كتير جدا ومراجع كتير جدا. طيب الريوردنج كواليتي بقى ايه؟ الشهادات الكواليتي في العالم زي ما كنا بنتكلم، بنقول والله احنا في البي ام بي في ميثودولوجي برنس 2، في ميثودولوجي الاي بي ام اي فيها اسمه ايه ده assessment لبروجكت مانجمنت، في ريالتس دي شهاده رابعه موجوده برضو بتدي لك شهاده برضو دوليه في البروجكت مانجمنت. من اوائل الحاجات اللي طلعت ديمينج برايس، دي معموله سنه 1950، اللي هي الايه الشهادات او السيرتيفيكيشنز اللي هي تقول انت
مستواك في الكواليتي ايه؟ هي اول حاجه تقدم البرايس. تاني واحده في مش في الشهره يعني، هم الاربعه يعني ايه اللي بيشتغلوا في الكواليتي طبعا عارفينهم كويس يعني. مالكوم بالج ناشونال كواليتي اوورد ده، دي امريكان، و يعني امريكا طبعا كالعاده هي بطرقها وبقوتها السياسيه والاقتصاديه والى اخره بتقدر انها ايه. بس هي المالكوم بالج ناشونال كواليتي اوورد برضو لها سيستم ولها كزمان الكلام ده عرفته في اوائل الالفينات او في اوائل الالفينات يعني، قريت عنها كتير. لكن طبعا كل ده يعني بالوقت بيبقى اتحول الى ايه تايتلز، واحتاج ان انا ادخل فيها. مش بس انا بحاول بقول لكم بس يعني ايه انواع الريكوجنايزنج والريوردنج للكواليتي في العالم. في المالكوم بالج ناشونال كواليتي اوورد، في الديمينج برايس. الديمينج برايس دي مشهوره جدا، ودي يابانيه 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 يابانيه، ولا ولا كرامه ولا 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 ومعنى ان ديمينج امريكي مش هو، سوري انا اسف، امريكا استبعدته عشان تخلص دماغها منه زي ما اي حته في العالم دلوقتي بتعمل. يوروبيان كواليتي اوورد يوروبيان يونيون، دي بالظبط الشهاده زي الايزو زي اي شهاده. يوروبيان كواليتي اوورد يوروبيان يونيون، في الايزو 9000 سيرتيفيكيشن. دول الاربع اشهر اربع شهادات او اشهر اربع سيرتيفيكيشنز او اشهر اربع اسسمنت للايه؟ للهاي كواليتي جودز اند سيرفيسز. الاورجانيزيشن فور كواليتي بقى ده موضوع بسيط كده وسهل يعني ايه يعني ايه عن كام سلايد كده مثلا 10 15 سلايد يعني ايه التسليه بقى في الاخر بقى يعني. الكواليتي لها دايما في اي مؤسسه او في اي تنظيم او في اي شركه الكواليتي اشورنس بيبقى لها ايه؟ لها 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 اورجانيزيشن. All quality standards place great importance on the organization for quality. لها organization بتاعها. خلاص احنا منهم خلاص الحاجات دي كلها جاية ايه سهلة وبسيطة عشان لمدخل اللقاء اللي جاي اللي هنتكلم فيه عن الايزو انديك، لانه ده اقرب حاجة لينا كناس ايه اقرب ما يمكن، اقرب من total quality management واقرب من 6 سيجما واقرب من 6 سيجما. واحسن انه نعمله ونطبقه صح، ما نجريش ورا ان احنا نقول لك ايه انا هشتري الشهاده ده انا سمعتها بودني قريب يعني. واحد بيقول لي صعب، يقول له انا بقى تعمل ايزو، قال لي يا عم تعمل ايه ده انا اجيب لك الشهاده دي في 24 ساعه. طبعا في كل حاجه فيها غلط يعني. بيجي ستاندرد 5750 ميكس ذا فولوينج كومنت. Suppliers have to identify the functions and activities that directly affect and delegate to the personnel responsible for those functions specific authority to discharge that specific. السبلايرز اللي هم الموردين لازم يحددوا بالظبط الفانكشنز الوظائف والانشطه اللي بتؤثر مباشره، وديليجيت اللي هي ديليجيشن بعد ديليجيشن لحد يعني بتفوض الانسان المسؤول عن الفانكشنز بتاعت الايه الكواليتي. يعني بيبقى عندك مثلا ايه في اي كيو سي مانجر لازم ايه كل الفانكشنز الاكتيفيتيز الكلام ده كله لازم تبقى محدده بالنسبه له. خلاص طيب الناشونال ستاندرز 5801 ميك ذا فولوينج كومنت. مانجر فور كيو اي ديبارتمنت شال هاف اورجانيزيشنال فريدم. عنده حريه في الاورجانيزيشن بتاعه. اند هاز ان اندبندنت بوزيشن ان ذا اورجانيزيشن. اندبندنت لازم يبقى اندبندنت. ليه بقى؟ لان الكيو اي كيو سي ده بيعمل اسسمنت على الرئيس مجلس الاداره، لان الاداره العليا لها بروسيدجرز، وممكن البروسيدجر بتاعت الاداره العليا اذا ما اتعملتش صح ممكن تسقط الشهاده. وممكن لو انت بتشتغل مع شركه يعني يعني مش ما بعملش اعلانات لحد يعني، الشركات اللي هي يعني محترمه نفسها واشتغلتها بتطلع بعدل، مش بقول بصعوبه لا بعدل. لو التوب مانجمنت مش بيطبق البروسيدجرز وبيطبق بيعمل امبلمنتيشن عن حاجته بالبروسيدجرز طبقا البروسيدجرز وطبقا الاسيستنت اللي عنده عادي خالص، ما بتم تسحب الشهاده او بتلغيها او الاخر او بتعمل له مثلا ايه نون كونفورمسز. ولو ما صلحش نفسه ممكن تقول له سوري يعني. مارك كويس من ديبارتمنت شال هاف اورجانيزيشن فريدم and has an independent position in the organization with direct responsibility to the top management.
الكيو اي كيو سي علاقته بالتوب مانجمنت، ما فيش فوق اي حد. هيعمل لنا بقى في الاورجنايزيشن اللي جايه دي البرزنتيشن ده يعني ده شغل عبد الفقيد، بس يعني من المده يعني، بس احنا برضه اعرض عليكم ايه بسرعه. كان عندي ستاندرد Z229 ميك ذا فولوينج كومنت: The responsibility for quality assurance cannot be considered the sole domain of any single group. Many functions and activities at all levels and divisions in the organization are involved. يعني المسؤولية بتاعت الكواليتي اشورنس مش ممكن نعتبرها سول دومين بتاع واحد سنجل جروب، يعني مش جروب واحد في الشركة اللي هو مسؤول عن الكواليتي اشورنس، ما ينفعش. ده كل الميني فانكشنز اند اكتيفيتيز ات اول ليفلز اند ديفيجنز ان ذا اورجانيزيشن ار انفولد. كل الفانكشنز والاكتيفيتيز في كل الليفلز وكل الديفيجنز اللي في الاورجانيزيشن بتاعتك. ما اقولش والله ده الشؤون الماليه عندها ايزو والشؤون الاداريه لا، ده البروجكتس عندها ايزو والشركه لا لا، ده ايزو يعني كل دي دايره مغلقه او دايره يعني منظمه، والايزو في الريسبونس بتاعتها، وهنشرحها ان شاء الله باذن الله في اللقاء اللي جاي، مش اللي جاي على طول، ده محتاجه برضه شويه ترتيب زي ما انا يعني الحمد لله ربنا اقدرني ورتبت الكلام ده. Persons assigned responsibility for assurance of quality should be aware of but free from the pressure of cost and production and be given the necessary authority to perform their roles effectively. هنا نخلي بالنا يعني الكلام بيقول ايه؟ يعني كان ستاندرد بيقول ان اي واحد بيشتغل في كواليتي اشورنس لازم يبقى فري فروم ذا بريشر اوف كوست اند برودكشن، يعني حر من ناحيه الكوست ومن ناحيه البرودكشن، يعني ملوش دعوه بقى الكوست هتكلف كام او البرودكشن هتكلف كام. هذا الكلام انا شخصيا مش قابله، لان بعتبر دايما الكوست اللي بتدفع على الكواليتي اشورنس وعلى السيفتي ده مش مال ضايع، ولا ده نون فاليبل كوست او فلوس برميها، لا ده اتس وان اوف ذا بيست انفستمنت ان يور اورجانيزيشن الاش اس اس اي والكواليتي. لان لو دخلت في الكواليتي وبدات تدرسها في حاجه اسمها الكوست اوف ايه؟ اوف باد كواليتي. الكوست اوف باد كواليتي، تخيل انت مثلا ببساطه شديده انت بنيت حيطه في عماره، خلاص الحيطه دي تكلفك سي 1000 جنيه، انت بنيتها غلط، جا بقى اللي يشيك عليك لقى الحيطه دي مبنيه غلط، تكلفه اعاده هدم الحيطه دي ورمي حاجتها واعاده البناء هتكلفك كام؟ على الاقل 2000 ونص غير ال 1000 اللي انت صرفتها. فالكوست اوف باد كواليتي قد 100 مره من انك تبقى عندك كواليتي اشورنس وتعمل حاجتك ايه؟ وانس فور ايفر. السيفتي نفس القصه، وعن تجارب المبلغ اللي بيصرف على السيفتي عندك في الموقع حادث واحد بس فاتاليتي كيس تصرف قد اللي انت هتصرفه على مشروعك على الاقل 20 مره. لو بعد الشر فاتاليتي كيس حصل، يعني لو حادث وفاه حصل واحد، لو جالك واحد وحصل له اكسيدنت وانا قدام عيني وحصلت معايا مره في شركه كنت بعمل لها الكلام ده، دخلت الموقع لقيت يعني مبيضين مش هممهم وقاعدين بيشتغلوا وبيعملوا ولا هممهم حاجه خالص. يا اخوانا رحت موقف السايت خارج انا من باب الشركه، دي شركتي بشتغل فيها وبقبض منها، رئيس مجلس الاداره داخل قال لي يا حسين ليه كده وليه وقفت وليه؟ قلت له سعاده الباشا انا عملت اللي عليا وده الصح. خلاص ما عداش اسبوع 10 ايام وعرق خشب وقع من فوق على دماغ واحد مش لابس هلمت، اضطر يعمل عمليه واتحصل له تريتمنت باكثر من 30,000 جنيه. الكلام ده من حوالي 20 سنه. شوف ال 30,000 جنيه من 20 سنه كانوا يصرفوا في يعملوا سيفتي لكم مشروع. فذا كوست اوف كواليتي او فور سيفتي
is not non-valuable expense. For me, it's an investment. الاستثمار في مشروعك. وأقل حادث of يعني fatality أو big problem في safety أو bad quality, القسط بتاعه بيبقى عالي جدا 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 جدا, بيخليك ساعتها تحس ان الكلام ده. واي صاحب شركه او اي صاحب مشروع او اي حاجه لازم يعرف هذا الكلام, يعرف. طيب الشروط اللي الحاجات اللي جايه دي حاجات سريعه جدا. الكواليتي اشورنس ديبارتمنت اورجانيزيشن, هنا انا عندي مانجنج دايركتور, هنا لازم تحكي لي كواليتي اشورنس مانجر على طول. دي اول اول حاجه في 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 اول طريقه لانك تحط الاورجنيزيشن بتاعك فين. الكواليتي اشورنس مانجر تحت المانجنج دايركتور على طول على طول, يعني الباور بتاعه من المانجنج دايركتور, ومع تحت بقى السكرتيريه بتاعته الانترنال اوديت والاكسترنال مانجمنت سيستم اسسمنت اوديت كواليتي اشورنس تريننج والبروجكت كواليتي اشورنس بيرسونال. ده اللي هو الايه, ده المفروض يبقى كل الاورجنايزيشن بتاع الكيو اي كيو سي لهذا الكلام. طيب الايديا اوز فور ليفل 1 كومباني عندك المانجنج دايركتور اهو برضه كواليتي اشورنس ايه مانجر تحكي بقى الادمنستريشن والديزاين والكلام ده كله. دي اللي هي الايه الفانكشنال ديبارتمنت بتاعت الايه الكومباني. الكواليتي اشورنس مانجر لازم يبقى هنا 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 تحت المانجر دايركتور على طول. وبعد هذا زي ما اتكلمنا, لو هو بيراجع السيستم بتاعه في اي سيستم بقى, سواء بيطبق الايزو بيطبق اليوروبيان سيستم بيطبق مش عارف في 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 التوتال كواليتي مانجمنت في سيستم في اي حاجه, اي حاجه متعلقه بخلافات ما بين السيستم وبين المانج دايركتور على طول ما فيهاش هزار. ماشي. طيب هنا بقى تيبيكال though not recommended, not recommended at all, organization of a level 1 company showing the possible location of the person's fund for quality. بتعمل ايه بقى؟ بتروح جايبه الكواليتي اشورنس مانجر وحطها تحت التكنيكال دايركتور, بقى البرودكشن مانجر وبقى ديزاين انجينيرنج, وحط هنا الكيو اي كيو سي مانجر تحت دول. هذا كلام شركات كثيره بتحطه بهذا الشكل, لكن واقع الامر ما ينفعش. ليه؟ لان الراجل ده هو ماسك سيستم بتاع الشركه كلها, ده بيأسس ده بيأسس ده بيأسس ده بيأسس ده بيأسس ده وبيأسس كل الناس من اولها لاخرها. فما ينفعش ان هو يبقى ايه في ثالث ليفل في الشركه, ده مرفوض تماما. في شركه والاقي الكيو اي كيو سي مانجر اقول لهم ايه؟ شكر الله صعيب. البروجكت كونترول اورجانيزيشن بقى معمول ازاي؟ المانجنج دايركتور مع الكوربريت كواليتي اشورنس, يعني شو مانجنج دايركتور ده بتاع الشركه بتاع الكوربريت كواليتي اشورنس, كواليتي اشورنس اللي هو سي للايه للشركه كلها من اواخرها او المؤسسه كلها من اول لاخرها. خلاص. بعد كده بينزل تحتيه ايه بقى؟ البروجكت كونتراكت دايركتور, بيطلع بقى ايه؟ كونتراكت مانجر وبروجكت كونتراكت بيرسونال دايما, وبعدين تحت ايه؟ بروجكت كونتراكت مانجر. ده كونتراكت مانجر من الكونتراكت من الـ من الـ من, الـ من الـ ايه؟ بروجكت او كونتراكت مانجر, يعني عندك ده بروجكت اهو ده البروجكت. البروجكت كونتراكت كواليتي اشورنس هنا ميرلي ماتريكس اورجانيزيشن, ده فانكشنالي بيتبع مين؟ الكوربريت كواليتي اشورنس. جوه البروجكت بيبقى دايركتلي مع ورا مين؟ البروجكت او كونتراكت مانجر وراه على طول على طول, مش تحت في ليفل تاني تحت. عندك هنا الانجيرنج اهو موجود كتكنيكال اوفيس او الى اخره في شغلنا, البروكيورمنت الكونستراكشن الانستاليشن لازم يبقى الليفل بتاعه. انا مش بقول اعلى ولا ده باشا والتانيين بهوات, لا, انما الليفل بتاع الريسبونسبيلتي بتاعته والليفلز بتاع البيهيفير بتاعه جوه الاورجنايزيشن او جوه البروجكت. البروجكت كونتاكت كواليتي اشورنس اورجنايزيشن اتس اوكي اهو, يعني ده بروجكت كونتاكت مانجر, بروجكت كونتاكت كواليتي اشورنس مانجر هو كلامه, تريننج والسبلاير والسبلاير اسسمنت والبروجكت كونتاكت انترنال اللي هم الاربعه
الباك فانكشنز بتاعت الايه البروجكت او الاشورنس ولا كوبريت كوالتي. طيب مستر برضه هنعرف ايه شويه تيرمز كده في الكواليتي اشورنس، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني ناخد مهله بس شويه من ده من كواليتي ان شاء الله. الاسبوع الجاي نتكلم في حاجات بقى خفيفه بقى بعد كده ان شاء الله، حاجات تخش بقى في حاجات اللايف بقى اللي فيها ايه حاجات ملموسه وكلام لكم من اول. كواليتي اشورنس بروجرام دوكيومنتيشن، ايه الدوكيومنتيشن في كواليتي اشورنس بروجرام؟ في حاجه اسمها الكواليتي مانيوال. الكواليتي مانيوال ده اي شركه عندها ايزو عندها سيستم عندها حاجه اسمها كواليتي مانيوال، وعندها البروسيدور مانيوال ده على بعضه بيسمى ايه كواليتي بروجرام. البروسيدور مانيوال ده في مجموع البروسيدورز اللي ماسكه نظام الشركه من اول ما تشتري القهوه والشاي لغايه ما تعمل اجتماعات مع الوزاره، يعني ده يعني شامل كل البروسيدورز اللي ماشيه على الشركه. ده اسمه ايه كواليتي بروجرام، عباره عن كواليتي مانيوال هنوصفه دلوقتي هنقول عليه ايه، وده بروسيدر مانيوال اسمها كواليتي بروجرام بتاع المؤسسه او المكان او الشركه. طيب بروجكت كواليتي بلان برضه زي موضوع الكونتراكتس، يقول لك ايه الفيد ده فيد الكونتراكت، لا الفيد مش كونتراكت لوحده، الفيد ده الجنرال كونديشنز والسبيشال كونديشنز ومع بقيه العناصر بتاعت الكونتراكت. لما هتكلم مع كونتراكت مش هبان هذا الكلام. فانا بقول بقى بروجكت كواليتي بلان عباره عن ايه؟ عباره عن بروجكت كواليتي مانيوال. فاكرين بتكلم كان في كواليتي مانيوال للكومباني، فكل بروجكت يبقى له بروجكت كواليتي مانيوال بتاعه. طالع منين؟ من البروجكت كواليتي مانيوال بتاع الشركه بالاضافه للكونتراكت. الكونتراكت ده خاص بايه؟ بالمشروع ده، مش خاص بمشروع تاني، خاص بمشروع ده. البروجكت بروسيدور مانيوالز، كل البروسيدرز بتاعت البروجكت، لان انا في بروجكت بياخد كل البروسيدرز بتاعت الشركه، في بروجكت تاني ما بياخدش كل البروسيدرز. خلاص؟ وبعدين انسبكشن اند تيست بلانز. انسبكشن تيست بلانز ده موضوع برضه موضوع جميل قوي. في بقى انواع اللي كنت بتكلم عليها دلوقتي، في البلانز بتاعت الانسبكشن بتاعت الكواليتي كنترول، التشيك ليست بتاعت الديفرنت ايتمز، ده كله اسمه بروجكت كواليتي بلان. ناس كتير جدا بتعتقد البروجكت كواليتي بلان ده او يعني جزء حته من دي هو الكواليتي مانيوال. لا، ده البروجكت كواليتي بلان عباره عن ايه؟ الاربع حاجات دول، البروجكت كواليتي مانيوال والكونتراكت والبروجكت بروسيدر مانيوالز والانسبكشن اكسس بلانز. الكواليتي كنترول اند كواليتي اشورنس، الايزو 9000 ديفاين ذا كواليتي كنترول از The part of quality management focused on fulfilling quality requirements. الكواليتي كنترول بقى ده جزء من الكواليتي اشورنس او جزء من الكيو اي كيو سي، مش جزء من الكواليتي اشورنس ده يعني احد النتائج او احد الحاجات الموجوده جوه السيستم بتاع الايه. الكواليتي كنترول ده بيعمل ايه؟ بيعمل كنترول على عناصر الانتاج اللي هم الثلاث حاجات زي ما قلنا. كواليتي اوف عناصر الانتاج بتاعتنا ايه؟ 4 ام، خلينا 3 ام اللي هم اللي بينتجوا بقى قدامنا في المصنع. هنتكلم على الماني، هتكلم على الايه او الام اللي هي الايه مان باور. يبقى انا بشوف الايه الكواليتي بتاعت المان باور اللي بتشتغل. بعدين الماتيريال، بعمل كنترول على الماتيريال اللي بتشتغل. وبعدين الماشينري، بعمل كنترول على الماتيريال اللي بتشتغل. يبقى دي ده الكواليتي كنترول، بارت اوف كواليتي مانجمنت فوكس اون فولفيلينج كواليتي ريكويرمنتس. تمام. دلوقتي في حاجه اسمها ايه الكونتينوس كواليتي كنترول. انت في خط الانتاج بتاعك بيبقى عند كل ستيب في كواليتي كنترول له، وزاد وفاض دلوقتي حاجه اسمها السبلاي تشين، ودي الحاجات دي برضه ما كناش نعرفها واحنا زمان يعني احنا السبلاي تشين بدانا نتكلم عليه. يمكن انا بيرسونال يعني انا يعني ايه من حوالي 10 سنين تقريبا. طبعا انا مش داخل انجيب فيها عشان برضه ما تعتقدوش ان انا يعني انا مش انا جاست بروجكت مانجر او بروجكت مانجر او بروجرام مانجر او كامباني مانجر او كوربريت مانجر. كل حاجه لها متخصصين، فالسبلاي تشين اصبحت تخصص، وبقى في تخصص ثاني سستينبل سبلاي تشين. سبلاي تشين بقى انت مضطر ان انت تعمل كواليتي كنترول للسبلاي تشين بتاعتك. يعني لو انت مخبز وعايز تطبق الكواليتي كنترول صح، هتاخد الكواليتي بتاعت الرغيف بتاعك من ساعه ما هو بذره
كواليتي بتاعت البذره، كواليتي بتاعت المزارع، كواليتي بتاعت جمع القمح، كواليتي بتاعت من اول البذره لغايه ما حولتها لعيش. فدي بتطول العمليه دلوقتي، وبقت العمليه ايه يعني، ببسط الموضوع برضو عشان نعرف ان الموضوع يعني برضو لذيذ يعني، يعني بقدر ما هو شكله كبير قوي وشكله ناس كتير مش يعني هتدخل فيه ديب، الموضوع مش 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 بسيط يعني، موضوع تخصصات كتير جدا. وبرضو للاسف برضو في حته كتيره جدا بتلاقيها تقول لك انا بطبق السبلاي تشين ميثودولوجي، تدخل جوه تلاقي الدنيا يعني ايه شكلا بس يعني. معلش. It involves operational techniques and activities that are aimed both at monitoring processes and eliminating the causes of unsatisfactory performance at all the stages of quality loop. فاكرين الكواليتي لوب اللي كانت معانا في الاول، اللي هي بتبتدي من الكاستمر تفضل تمشي تك 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 تك، الدراسات البلاننج للكونستراكشن، وبعدين الكونستراكشن هو ياخد من الاخر خالص خالص كلوز اوت، وبعدين تسطع الكاستمر تاني. فدي نفس القصه اهي. It involves quality control, quality assurance, operational techniques, operational techniques and activities وانشطه بتهدف ايه؟ الاثنين الى monitoring processes، الى مراجعه البروسيس، monitor يعني مراقبه البروسيس، و eliminating اي سبب لاي non conformance او unsatisfactory performance at all the stages of quality loop. اي حاجه في الكواليتي لوب دي unsatisfactory او فيها اي non conformance بايه؟ بالكواليتي كنترول بيكشفها والكواليتي اشورنس. طيب quality manual which standard 4778 defines a quality manual as a document setting out the general quality policies, procedures and practices of an organization. الكواليتي مانيوال، الكواليتي مانيوال ده موجود في اي شركه، وان شاء الله برضو في فكره موجوده وان شاء الله نحضر برضو برزنتيشن لها. How to assess a contracting company، ازاي اقيم شركه مقاولات؟ لا بالاسم بقى ولا بالصحوبيه ولا بعدد الشغل ولا في ايتمز موجوده. احد العناصر الموجوده ان هي الشركه يكون عندها كواليتي مانيوال وثابت فيه كل الايه الدوكيمنتس سيتنج اوت عشان الكواليتي بوليسي اللي فيها البوليسيز والبروسيجرز والبراكتسز اوف ان اورجانيزيشن. هي مش ديتيلد قوي، هي جزء برضه من الدوكيومنتيشن، بس ده بيبقى موجود في الشركه. انا وانا داخل على مشروع سواء مقاولات او غيره، لازم لو انا سيرتيفايد سواء ايزو بقى سواء اوروبيان سواء كواليتي مانجمنت سواء سكس سيجما او كلام هو بشتغل بيه، لازم عندي كواليتي مانيوال اللي انا بقدم فيه للمكان اللي انا رايح له عشان يعرف ان انا اي ام اوريدي لوكينج فور ذا كواليتي ان ماي كومباني او كوربوريشن او ماي اورجانيزيشن. كواليتي مانيوال، ذا وورد جنرال از فيري امبورتنت ان ذيس ديفينيشن. جنرال يعني ده ايه؟ ده عام. الكواليتي مانيوال از يوجوالي ذا فيرست انديكيشن، اللي كنت كلمت لسه بقوله دلوقتي. اتس يوجوالي ذا فيرست انديكيشن ا بروسبكتيف كاستمر ريسيفز اوف ا كومباني's ابروتش تو كواليتي اشورنس. يعني اول حاجه اي واحد عايز حد يقدم له خدمه يعني مثلا عايز مقاول او عايز اي حاجه يقول له وير از يور كواليتي مانيوال. اللي عنده كواليتي مانيوال يبقى يعني ان هو فاهم يعني ايه كواليتي، وان هو ايه ويبقى ايه او عنده كواليتي اشورنس من الاول لاخر. انما للاسف الكلام ده حته كتيره يعني ما هو ده عايز فهم، عايز ناس يعني مش 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 عباقره، لا ناس فاهمه يعني ايه اداره وناس فاهمه يعني ايه نجاح، ويعني من نجحت طبقت ونجحت مش يلا ايه يعني يقول لك ايه، اقول لك اه ده انا عايز كواليتي بلان وعايز السيفتي بلان وعايز التشيك ليست وعايز يعني شويه حاجات كده على بعضها، ما طلبش كواليتي مانيوال بمعنى كده ان هو ايه داخل في التفاصيل من قبل ما يعرف انت ايه اللي هو. اتس اوكي، كواليتي مانيوال ات شود كونتينز از ا مينيمم، الكواليتي مانيوال بقى اللي هو في الاول يعني صغر او كبر طبقا لايه لحجم المؤسسه والكومبليشن اللي فيها والاورجنايزيشنز بتاعتها والانفراستراكشر بتاعها. It should contain as a minimum a policy statement. لازم يقول a policy. أنا هدفي إيه؟ بعمل إيه إزاي؟ يعني هي مش مجرد إن هو كلام بيتكتب نحن شركة مش عارف إيه وهدفنا إن إحنا نغير الكون وهدفنا إن إحنا نخلي ما فيش فقير في مصر وهدفنا إن إحنا نعمل، لا.
يبقى البوليسي نفسها ستيتمنت تبقى واضحه وصريحه ومحدده ولين هدف محدد. يعني لين هدف محدد وواضح ومقاس. Authorities and responsibilities بيبان فيها الاثوريتيز الهيكل التنظيمي بتاع المؤسسه او الشركه او المكان، والمسؤوليات بتاعت كل واحد ايه؟ الاثوريتي مسؤولياته وايه؟ والاثوريتي سلطاته ومسؤولياته. الاورجنايزيشن الشرط بتاعه شكله ايه؟ يعني كل واحد بادئ من التوب مانجمنت هو رئيس مجلس اداره ثم مدير عام ثم مجلس الاداره مين ثم الفانكشن كلها من اخرها ثم كل ايكو سي فين الكلام من اول لاخر. السيستم اوتلاينز انا عندي مثلا اجو سيستم بس الاوتلاينز بتاعته بقى اللي هو ال 10 نقط بتوع اللي هو بيحققهم بقى من اول الجنرال لغايه اللي بيخش بقى ليدر شيب والريسك وكان هو البروسيدرز وبعدين البروسيدرز اندكس اللي هي الانز بروسيدرز ارقامها ارقامها واسمائها لان كل شركه بيبقى فيها بروسيدرز كثيره قوي في الكواليتي مانجر تبقى موجوده في كل مشروع بقى تبع الخصائص بتاعته. انا داخل في مشروع فيه حاجات معينه متعلقه بالسيفتي، داخل مشروع بترول مثلا مستوى السيفتي اللي فيه هيبقى عالي جدا، ببني فيلل في الصحراء بتبقى السيفتي بتاعته اقل، هو هكذا يعني بتبقى البروسيدرز اندكس موجود كل البروسيدرز اندكس بتاعت الشركه ولا اول اخرها. لا لما باجي مع البروسيدرز بقى بتاعت المشروع باخد البروسيدر الخاصه بالمشروع ده نفسه وبايه؟ وبحجمه وبخصائصه كلها. كواليتي مانوال شود نوت كونتين ديتيل بروسيدرز، هذه الكلمه اللي كنا بنقولها دلوقتي. الكواليتي مانوال ما فيهوش اي ديتيل بروسيدرز، في برضه مجرد التايتلز او الانس بتاع البروسيدرز. الكواليتي بروجرام This is defined in BS 4778 as a documented set of activities, resources, and events serving to implement quality system of an organization. The document, documented set of activities, مجموعة activities, resources, resources هو عناصر القوة يعني وكده، والايفنتس والاحداث اللي بتخدم implement quality system، ان انا بطبق الكواليتي سيستم. طيب، the manual. Quality manual describes the intent, that is what is to be done. The procedures details not only what and how many, لا مش what, who will do it, how he will do it, when he will do it, where and possibly why. Yeah, procedures details مش بتقول what I will do, لا what, who, how, when, where, why. The procedure will be in detail. اي نعم في سيستم معين لعمل البروسيدرز له سيستم معين هنتكلم عليه برضه ان شاء الله نتكلم على الايزو بسيط وسهل وجميل وما فيهوش حاجه يعني بس يعني ايه عايز برضه ايه سيبرت ايه ايشو يعني او سيبرت يعني ايه دماغنا يبقى ايه كده مجهز كده ان احنا نتكلم في حاجات كلها حاجات بسيطه وجميله ولذيذه جدا. بس The manual plus the supporting detailed procedures comprise the company's quality program. الأول كلمة اللي قلناها في الأول خالص. المانيوال مع supporting detailed procedures comprise the, the company's quality program. يعني المانيوال عندي والديل procedures عندي هناك هم دول بيكونوا quality program زي ما قلنا في الأول خالص. The quality plan is defined as a document derived from the quality program. The quality plan بتاع المشروع متاخد من الكواليتي ايه؟ من الكواليتي مانيوال. من الكواليتي بروجرام من الكواليتي مانيوال باخد اللي انا عايزه عشان الملائم للمشروع ده مع البروسيجرز اللي هي موجوده في البروسيجر بتاعت الشركه ونضيف لها بقى ايه العقد بقى وكل التفاصيل اللي اتكلمنا عليها لما كنا بنتكلم على الكواليتي بلان. From the quality program setting out the specific quality practices, resources and activities relevant to a particular contract or project. دي اخر سلايد. Company and Project Quality System. ده بيلخص الكلام الاخراني كله اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع الايه الايزو سيستم او الكومباني سيستم كواليتي سيستم وازاي طالع منه الكونتراكت. فقلنا ادي ايه؟ ادي الكومباني ريكوايرمنتس بتودي فين؟ بتعمل كومباني ديتيل بروسيجرز اتكلمنا عليها والكومباني كواليتي مانيوال. كل مانيوال بتاع الشركه كلها وفي الايه كومباني ديتيل بروسيجرز. Regulatory requirements اللي هي شروط ايه؟ المنظمه بقى للعمل في الشركه. كل ده على بعضه بيكون لي ايه؟ الكومباني كواليتي بروجرام. ده مشبوك مع الكومباني كواليتي ريكوايرمنتس
بايه بالكومباني كتير بروسيجر وكومباني كواليتي مانجمنت، بيطلع من الاثنين دول ايه الايه الكومباني كواليتي بروجرام. طيب انا باخد بروجكت بقى، ما هو عندي 100 بروجكت بعد كده، المفروض هيبقى مكون من ايه؟ البروجكت كواليتي مانيوال نازل منين؟ من الكومباني كواليتي مانيوال. خلاص البروجكت بروسيجرز واخد ايه؟ من الكومباني بروسيجرز، مش كلها يعني، في بروسيجرز ما تطبقش على مشروع معين. زي ما كنا بنتكلم دلوقتي عن مشروع بترول، في مثلا في بلانت شغال الهيلث السيفتي بتاعته اعلى انواع سيفتي في العالم يعني. انت بتشتغل في بلانت شغال عمال بتعمل مثلا اكستنشن لحاجه في بترول او حاجه، دي يعني ايه قمه السيفتي المفروض بتحصل. بتعمل فيلا مثلا دور في الصحراء ولا دورين في حته يعني ما فيش فيها اي احتمالات لاي حاجه خالص، تبقى طبعا السيفتي عمليه ايه مش مكلفه بالمره او ما لهاش الاوفر هيد بتاع السيفتي مش بسيط كده. طيب دخلنا على بروجكت كواليتي مانوال وعلى ايه بروجكت بروسيجرز. الكونتراكت ورك سكوب، عشان كده الكونتراكت ده ايه جزء من ايه؟ من البروجكت كواليتي بلان. كل ده البروجكت كواليتي بلان هياخد من البروجكت بروسيجرز وهياخد البروجكت كواليتي مانوال الكواليتي مانوال بتاعه، وياخد الانسبكشن تيست بلان بقى اللي هي الخاصه بالايه؟ ب how I will check the quality control inspection and test plan، سواء بقى في ك material أو سواء ك processes. أنا شاكر جدا جدا على صبركم وسعيد جدا بيكم الحقيقة جميعا، وأتمنى أن يكون يعني كلام مفيد. طبعا ناس كتير من حضراتكم هيبقى الكلام ده بالنسبة له يعني إيه استرجاع لمعلومات او تجميع لمعلومات. وبشكركم جدا جدا، وبشكر باشمهندس عمر يعني على يعني نشاطه الرائع، ومش عشان احنا هنا بس، عشان الحقيقه الجموع كلها انا بشوف كل يوم اعلانات وللاسف ما بقدرش اطول عليها كلها. وبشكر المهندس محمود لانه غايب عننا النهارده، لكن هو الجندي المجهول اللي هو بيقسم لنا المحاضرات وبينزلها على اللقاءات وبنزلها على الـ على الـ على اليوتيوب. وبشكركم جميعا على حضوركم، وبشكر كل اداره البيم مانجمنت تحت ايه الليدرشيب بتاعت باشمهندسنا الكبير باشمهندس عمر.